صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك إن مدينة العالمين الجديدة كانت حديث الجميع، كل الناس كانت بتتكلم عن هذه المدينة لمدة تزيد عن 50 يوم من أول الاستعدادات لإطلاق هذا المهرجان، مهرجان العالم عالمين في نسخته الأولى، لحد نهاية هذا المهرجان. ولحد دلوقتي الكلام مازال مستمر عن مدينة العالمين وعن فعاليات المهرجان. طبعا هذه المدينة بتعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، شفنا فيها طبعا فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السياحة والترفيه الأكبر في المنطقة، مهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان هو الأول من نوعه في مصر، لكن تخيلوا حضراتكم ده أول مرة ننظم مهرجان بهذا الشكل ويطلع بهذا الشكل الرائع اللي خلى كل الناس تتكلم عنه. هذا المهرجان اللي جمع ما بين الفعاليات الفنية والثقافية وكل الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة. يعني الحقيقة يمكن بالإضافة للي شاذلي يمكن اتكلم عليه في هذه النقطة تحديدا، لكن مدينة العالمين الجديدة الحقيقة هي واحدة من أجمل المدن السياحية اللي ممكن تشوفها في حياتك. المدينة تم تصميمها على أساس أنها تكون مدينة مليونية مش مدينة موسمية، مدينة ذكية من الجيل الرابع، بالإضافة لإطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل ل 14 كيلومتر. منذ بناء هذه المدينة كان مخطط ليها أنها تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة. ده معناه إيه؟ معناه شغل كتير بقى جدا، معناه ترفيق ومعناه بنية تحتية، معناه يمكن شغل كتير قوي عشان نقدر نخلي هذه المدينة هي مدينة شغالة طول السنة وتستوعب هذا الكم وهذا العدد من المواطنين. طبعا وده كان جزء كبير جدا وعامل مهم جدا، كان على أساسه تم اختيار هذه المدينة عشان يتعمل فيها هذا المهرجان. إن هذه المدينة فيها عدد كبير جدا من المشروعات اللي تمت، هنلاقي فيها 14 حي سكني على كافة المستويات، هنلاقي فيها جامعات خاصة، هنلاقي فيها جامعات، هنلاقي فيها مستشفيات، مناطق تجارية وخدمية على مساحة تصل ل 5000 فدان. ده غير طبعا إن فيها بقى مناطق كمان لوجستية ومناطق صناعية، فيها تنوع كبير جدا في عدد من المشروعات اللي موجودة فيها. الناس طبعا هذه المدينة مخطط ليها زي ما قلنا أن هي تستوعب حوالي 3 مليون نسمة، والناس تقدر تعيش فيها طول السنة، زي ما بنقول كده إيه، مدينة تصلح للإعاشة طول العام مش بس مصيف يا جمان. صحيح يا شاذلي. يمكن كمان في سؤال تاني، يعني إشمعنى هذا المهرجان تم إقامته في مدينة العالمين الجديدة بجانب مرة أخرى يمكن الشاذلي يتكلم فيه وفكرة أنه في مستشفيات وأنها مجهزة، لأنه عشان يكون في مهرجان بهذا الحجم لازم هيكون في كمان وافدين ومواطنين بحجم كبير جدا وبرقم كبير جدا، فهذه المدينة لازم تكون مؤهلة لو هنتكلم من ناحية الطبية أو حتى يمكن من ناحية الطوارئ لو لا قدر الله حصل أي حاجة، لازم تكون مؤهلة. على جانب آخر بقى كمان في مراكز مؤتمرات، في فنادق هناك على أعلى مستوى الحقيقة. يمكن اللي راح وشاف حتى شكل مباني الفنادق هناك هيبقى عارف ومتخيل كويس قوي اللي احنا بنحاول نشير إليه. بمنتهى البساطة يمكن دي هي الأسباب اللي على أساسها تم اختيار مدينة العالمين الجديدة أنها تستقبل أهم وأضخم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، اللي كان الحقيقة تجربة مهمة جدا 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 للترويج لمدينة العالمين الجديدة وللسياحة الترفيهية في مصر بشكل عام. عشان نقدر نستضيف ونستقبل مهرجان بهذا الشكل كان لازم نكون مؤهلين وقادرين ان احنا
يعني نبرز شكل مصر بالشكل اللائق اللي يعني يكون على مستوى اسم مصر، مش مجرد ان احنا يكون عندنا مهرجان وخلاص، لا، مهرجان ان كان فني ان كان ثقافي ان كان رياضي، مصر قادرة انها تنظم مهرجان بهذا الزخم وبهذا القدر. ومش بس كلام، الحقيقة يمكن احنا استنينا لغاية نهاية المهرجان عشان نستعرض مع حضراتكم كل ما تم في المهرجان وكل ما تم في مدينة العالمين الجديدة عشان تكون مؤهلة لاستقبال هذا المهرجان، عشان نقدر ان احنا نستعرضه. ده هيحتاج يمكن حلقات كتير، اكتر من حلقة حتى، عشان نقدر نستعرض مع حضراتكم اللي حصل في هذه المدينة الكبيرة. على اي حال بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير مصر النهارده، خلينا نروح لاميا عشان نعرف منها اخبار الشوارع ايه في ساعات الصباح الاولى. صباح الخير عليك يا لاميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبداها من القاهره وبالتحديد من نفق الازهر اللي فيه انتظام للحركه المروريه وسط سيوله مروريه في الاتجاهين. بتظهر كثافات مروريه اعلى الدائري بالتحديد في منطقه السلام داخل النفق من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الموضوع للمتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع، كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع للي جاي في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. تعالوا نروح لشوارع محافظة الجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي فيه هناك كثافات مرورية إنما نسبية، كمان في كثافات ظهرت تانية أعلى كوبري الجامعة، ولو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر، كمان لمنطقة المهندسين ووسط البلد ياخد باله إن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه للمحور، كمان في غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بتسبب بعض الكثافات المرورية هناك. في الإسماعيلية هنروح طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، في هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في هناك سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، كمان هنلاقي في سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. هنروح لحد محافظة سوهاج وهنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، كمان الطريق المؤدي للجامعة في برضو بعض الكثافات إنما نسبية، في كثافات نسبية تانية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتبدأ تزيد أكتر مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وده هيكون على فترات متقطعة، في ارتفاع كمان في نسب الرطوبة على مدار اليوم. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 41 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة، وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. وكعادتنا دايما بنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمس تابع فيه الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، وجه سيادته بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة. ده كمان بالإضافة لأن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي اللي وجه بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس الوزراء كمان أن الحوافز دي بتستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة أفاق التصدير. تفاصيل وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو تيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعددا من كبار مسؤولي الشركة،
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة إيني وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية. واستعرض السيد ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتم وفقاً لأعلى معايير الكفاءة، مشيراً إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة بقيمة 7,700,000,000 دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر. وامبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه السيد الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة. وامبارح تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني ويليام روتو، وخلال الاتصال أشاد سيادة الرئيس بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وامبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة ذات الأولوية وطنيا، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير. وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح فعندنا مجموعة كبيرة من الأخبار اللي حصلت، منها مثلا في محافظة اسكندرية تم الانتهاء من 22 مشروع في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة. أما في المنيا فتم توقيع الكشف الطبي على 13,000 مواطن، ده طبعا من خلال القوافل الطبية المجانية. من المنيا نروح للأهلية، تم افتتاح المعرض الرئيسي لأهلا مدارس بالمنصورة. تفاصيل وأخبار أكتر في المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم الانتهاء من 22 مشروع تعليمي ما بين إنشاء جديد وتوسعات ورفع كفاءة وصيانة، وده في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة وقرية بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا أعلنت المحافظة عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 13,623 حالة بقرى مراكز المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضي، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً. في الشرقية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن توصيل مياه الشرب بالمجان لألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمركز ومدينة أبو حماد، وده بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. في الأقصر شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 27 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 650 سائح من حول العالم.
في الدقهلية شهدت المحافظة افتتاح المعرض الرئيسي أهلا مدارس بالمنصورة بحديقة الأسرة. يستهدف المعرض توفير جميع مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة تخفيفاً للعبء عن كاهل المواطنين، وبيستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، وبيتم توفير جميع مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30% ل40% للأسر الأولى بالرعاية. في بني سويف حصل مركز تكنولوجي أهناسيا على أفضل مركز في التقييم الشهري خلال أغسطس الماضي بالمحافظة، وده بناء على عدد من المعايير اللي تم وضعها لقياس مؤشر أداء الخدمات والتعامل مع المواطنين والالتزام بالتسهيلات وتذليل العقبات في إطار القانون واللوائح. دلوقتي خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا، استنونا. صباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم متوقع مزيد من التحسن في الأحوال الجوية بسبب استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في سواحلنا الشمالية، فمتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية خاصة فترات الصباح الباكر أو فترات الليل، لكن فترات النهار بنحس بوجود نسب رطوبة في الجو خاصة فترة الظهيرة مع وجود شدة للإشعاع الشمسي خلال فترات النهار. الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية للبلاد، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أجواء صيفية معتدلة تماما خلال فترات الليل، لكن احنا خلال فترات الليل هنحس بهدوء سرعات رياح، ممكن نلاحظ بعض ارتفاع نسب الرطوبة لأن في هدوء سرعات رياح في معظم محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد. كمان اليوم مع تعمق المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة في فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، بعض الأماكن كمان من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة كفر الشيخ الدقهلية، لكن كلها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأحوال الجوية الحمد لله مستقرة بشكل كبير وده متوقع إن هو يستمر غدا معانا الثلاثاء إن شاء الله، لكن من يوم الأربعاء القادم هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، هو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هيبدأ معانا يوم الأربعاء ويستمر معانا حتى السبت المقبل إن شاء الله. طيب بالنسبة للرطوبة هل هي مكملة معانا؟ لأن هي معانا بقالها فترة كبيرة، مكملة معانا لحد آخر الأسبوع برضو؟ هي من يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله مصادر الكتل الهوائية هتبقى كتل هوائية صحراوية، فهيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة وقيم درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير زي اللي بنشهده خلال هذه الأيام. هي طبعا أحيانا نسب الرطوبة بتبقى مرتفعة، لكن في بعض الظواهر الجوية أو العوامل الجوية اللي ما بتخليناش نحس بوجود نسب رطوبة زي المنخفض الجوي اللي بيبقى موجود في طبقات الجو العليا بيوزع رطوبة في عمود الهواء في كل، أو وجود نشاط للرياح بيقلل إحساس بنسب الرطوبة، لكن في المجمل هي نسب الرطوبة تدريجيا إن شاء الله مع يعني كنا أكثر في شهر 9 هنبدأ نحس إن نسب الرطوبة بدأت تقل، وخاصة لما بتكون الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية مش من على البحر المتوسط، فبتبدأ نسب الرطوبة فيها تقل، لكن بتكون قيم درجات الحرارة فيها مرتفعة زي اللي هنشهده مع نهاية هذا الأسبوع، وهتكون ذروة الارتفاعات الخميس والجمعة القادمين إن شاء الله. طيب بالنسبة لارتفاع الأمواج بقى سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، أخبارها إيه النهاردة؟ يعني الحمد لله يعني هو في اعتدال كامل في سرعات رياح على البحرين، فبالتالي في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط،
ارتفاع الامواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، والبحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ايضا البحر الاحمر ارتفاع الامواج فيه ما بين 1.5 إلى 2 متر، ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هي الاحمال الجويه مستقره بشكل كبير، لكن هو فقط فترات الظهيره لازم ناخد بالنا ونتجنب اشعه الشمس المباشره بقدر الامكان. لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء لرأس الشمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم كمان المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، لان احنا في فتره التقلبات وفتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف بيحصل فيها بعض التقلبات والتغيرات السريعه في الخرائط الجويه، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. طيب قبل ما نسيبك يا دكتور، قولي لي اكتر المحافظات او الاماكن اللي ممكن الناس تتردد عليها والجو يكون فيها لطيف في مصر كلها، يعني اهم المحافظات اللي نقدر نخرج فيها والجو يبقى مريح. هو طبعا بطبيعه الحال السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط بتكون اقل درجات حراره في الجمهوريه، يعني مثل خلال فتره الاستقرار درجات الحراره فيها ما بين 30 و31 درجه مئويه، حتى كمان مع الارتفاعات اللي هنشوفها نهايه هذا الاسبوع هتكون العظمى 35 درجه مئويه، فبالتالي هي اقل درجات حراره، اجواءها بتبقى حر رطبه فتره النهار، لكن بسبب اقترابها من البحر المتوسط ووجود نسيم البحر بيقلل احساسهم بنسب الرطوبه. طبعا سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط وباقي محافظات الجمهوريه نقدر نستمتع بالاجواء لكن ناخد احتياطاتنا فيها. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 34 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 35-24، اسكندريه 31-23، العلمين الجديده 30-23، مطروح 30-23، دمياط 32-24، بورسعيد 32-24، الاسماعيليه 35-24، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 24، العريش 31-24، كاترين 32-17، وطابة 32-26، حلايب 35-28، شلاتين 39-30، شرم الشيخ 37-29، الغردقة 38-29، الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 39-26، أسيوط 36-23، سوهاج 37-25، قنا 40-26، الأقصر 38-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لشاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقرات. شكرا ليك يا لهوي. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. الاحتفال هينظمه المجلس الأعلى للثقافة الساعة 12 الظهر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيراً عن اهتمام الدولة بيهم ورعايتها ليهم وتقديراً منها لموهبتهم وإبداعاتهم. النهاردة هيتم فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية والمعاهد الفنية، وهيستمر لحد يوم الخميس 14/9/2023. النهاردة هيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، ووفقاً للإعلان المنشور تقرر إقامة الجمعية العمومية العادية الجمعة 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي وفقاً لأحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للنادي. محافظة الدقهلية نجحت في زراعة 31,000 صوبة زراعية بتنتج جميع أنواع الخضروات، وعشان كده أصبحت الدقهلية من المحافظات اللي بتتصدر نسب الزراعة بالصوب وإنتاج كميات كبيرة جدا من الخضروات. ده أكيد يشذلي كمان أنه الصوب الزراعية من الطرق الرائدة في الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن تجربة الدقهلية في الزراعة بالصوب. تصدرت محافظة الدقهلية أولى وأكبر المحافظات في زراعة الصوب الزراعية، حتى أصبح بها 31,000 صوبة زراعية تنتج جميع أنواع الخضروات، منها الخيار والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والطماطم وغيرها من الخضروات التي يحتاج إليها السوق المصري.
كما يتم تصدير الخضروات منها إلى مختلف الدول العربية، حتى أصبحت الدقهلية رائدة في تطبيق منظومة الري الحديث للحفاظ على المياه والعمل على زيادة الإنتاج. وتمثل الصوب الزراعية أبرز المشروعات العملاقة في المجال الزراعي، والتي تعمل على توفير الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية ونقص المياه، خاصة في زراعات السلع الاستهلاكية اليومية وتحديداً الخضروات. وجاءت محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات الزراعية المتميزة، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي وتربتها الخصبة، فهي تنتج 10% من إجمالي الإنتاج المحلي لمصر، وتحتوي المحافظة على 8.3 من إجمالي المساحة الإجمالية المزروعة بمصر. وزارة الزراعة بدورها قدمت كافة أوجه الدعم للفلاحين مع توفير الأسمدة وكرت الخدمات المميكن ودعم منظومة الري الحديث، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة وتحقيق أقصى إنتاجية. عشان نفهم أكتر عن مشروع الصوب الزراعية في الدقهلية، معنا على التليفون دكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. على حضرات المشاهدين، سادة المشاهدين وإخواننا المزارعين في الجمهورية. يا أهلا بيك يا فندم. في البداية بنتكلم عن إن هذه المحافظة، محافظة الدقهلية، بتتصدر المحافظات الأكثر زراعة بالصوب الزراعية. إحنا خطتنا ماشية إزاي؟ بدأنا إمتى عشان نوصل لأن يكون عندنا في المحافظة 31,000 صوبة زراعية؟ الحقيقة محافظة الدقهلية من أوليات المحافظات على مستوى الجمهورية اللي بينتشر فيها زراعة الصوب. زي ما حضرتك تفضلت إنه عدد الصوب المنتشر الوقت في ربوع المحافظة تصل إلى 31,000 صوبة زراعية في كافة المراكز. أكثر المراكز كانت انتشاراً الحقيقة مركز بلقاس، وده كان بيزيد على 15,000 صوبة زراعية لوحده. في بعض القرى أصبحت متخصصة في الزراعة في الصوب، وبقى فيها الفلاحين بتوعنا بقوا على دراية كاملة في طريقة الزراعة في الصوب، وتكونت وتشكلت خبرات كافية للزراعة في الصوب. قرية زي قرية الجزائر في مركز بلقاس وصل عدد الصوب فيها ل 3690 صوبة. في قرية الجزائر، قرية مجاورة لها زي قرية منشيد شومان 2700 صوبة. أصبح عندي قرى متخصصة في الزراعة في الصوب على مستوى المحافظة. الحقيقة بدأنا إمتى دي؟ زي ما سعادتك تعلم والجميع يعلم إنه مجرد ما أطلق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، اللي كانت بتهدف إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل لسكاننا الموجودين في الريف المصري. كافة الوزارات والهيئات الحقيقة كلها كانت بدأت العمل لتحقيق هذه الأهداف، ووزارة الزراعة كان لها دور تفاعلي وجاد من خلال وضع استراتيجية كانت بتهدف لتحقيق تنمية ريفية شاملة ورفع مستوى معيشي لإخواننا الفلاحين والمقيمين في الريف، واللي كانت بتعتمد الحقيقه من ضمن الاسس بتاعتها على التوسع في زراعه الصوب. طيب يا فندم، خلينا برضو نعرف من حضرتك، يعني هل بيبقى في شروط معينه لاختيار الاماكن اللي بيتم على اساسها الزراعه بالصوب الزراعيه، وايه الفرق ما بين الزراعه العاديه وزراعه الصوب؟ في فروق كبيرة جدا بالنسبة لزراعة الصوب عن الزراعة العادية، وحققتها الزراعة الصوب وحققت أهداف المرجوة من الزراعة بالنسبة لتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المية بالصورة القصوى. فمثلا أنا بجد عندي صوبة زراعية مساحتها لا تتجاوز 2 إيراد، يوصل الإنتاجية بتاعتها ل 6 طن من محاصيل الخضار، ودي بتوصل ل 3 أو 4 أضعاف الانتاجيه العاديه في حاله الارض المكشوفه. دي استفاده كبيره جدا من وحده المساحه، اضافه الى انه زي ما هو معروف ان الصوب بتقوم على نظم من الري اللي هي الري المطور، ري بالتنظيف، وده بيؤدي الى توفير كميات كبيره من الميه عنها بالنسبه للاراضي المكشوفه اللي بيتم زراعتها بالغمر. الحقيقه ان الاضعاف الانتاجيه الثلاث اربع اضعاف عن الارض المكشوفه دي بتحقق عوائد اقتصاديه كبيره جدا للمزارعين، وده كان الهدف الطبيعي من التوسع في انتاج الصوب. الانتاجيه الغزيره اللي بتحصل دي بتعود بالنفع على اخواننا المزارعين، مش كده وبس، لا هي كمان بتوفر فرص عمل للشباب
والمرأة برضو الريفية، لأنه الصوبة الواحدة بتحتاج لعامل للخدمة وحوالي 2 عامل كمان للقطف والجني بالنسبة للمحصول. إنه عملية القطف أو الجني تستمر الحقيقة بصورة يومية ولمدة تتجاوز من 2 لـ3 شهور، فدي برضو بتضيف لي ميزة كبيرة جدا عن ميزة الأرض المكشوفة أو إن أزرع في حقول مكشوفة. طبعا الصوب هذا الإنتاج كان له فضل في إن أنا بحافظ على استقرار الأسواق بتاعتي، ضخ كميات من الاحتياجات الغذائية والاحتياجات السوقية للمواطنين طول العام. زي إيه يا فندم؟ إحنا زارعين إيه في الصوب؟ ألو يا دكتور. أيوة يا فندم. بقول لحضرتك إيه أبرز الزراعات الموجودة في هذا الصوب؟ عندي الفلفل الأخضر، الفلفل الألوان، الخيار، الطماطم، كافة محاصيل الخضار الحقيقة متواجدة وبنسب متفاوتة، أكثرها الخيار الحقيقة. طيب هل بنصدر منها ولا كلها الاستهلاك المحلي؟ فيها جزء بيطلع تصدير وجزء إنتاج محلي بالطبع. طب يا فندم، احنا حاليا المحافظه بتنتج حوالي 10% من اجمالي الانتاج المحلي الزراعي لمصر، وده بكل تاكيد رقم كبير جدا. بس خلينا نعرف من حضرتك ايه الزراعات اللي حققت اكتفاء ذاتي في المحافظه وبيتم توريدها لباقي المحافظات الاخرى او حتى للتصدير. كافه محاصيل الخضر الحقيقه محافظه الدقهليه بتوصل لاكتفاء الذاتي، و بتصدر المحافظات المجاورة أو سواء للتصدير الخارجي. بالنسبة برضو للمحاصيل الحقلية كمان الدهلية لها صدارة في المحاصيل الحقلية الحقيقة، أهمها محصول الرز. طبعا احنا عندنا ما يزيد على 404,000 فدان رز هذا العام. الدهلية لا تستهلك نص هذه المساحة أو ربع هذه المساحة بالنسبة لاستهلاك الرز فيها، والباقي كله بيتصدر للمحافظات المجاورة حتى على مستوى المحاصيل الحقليه الاخرى، سواء حتى الشتويه زي محصول بنجر السكر نفس الوضع، سواء محاصيل حقليه او محاصيل الخضر الحقيقه اللي بتعتمد عليها الصوب، اللي وصلت الدهليه فيها الحقيقه لحوالي 40% من اجمالي الصوب على مستوى الجمهوريه. طيب سؤال واعذرني فيه لان انا حابب افهم اكتر، معروف ان الرز من المحاصيل الزراعيه اللي بتستهلك ميه كتير جدا، هل من خلال التطور التكنولوجي اللي حاصل هل من الممكن احنا نستنبط اصناف جديده من رز تكون اقل استهلاكا للمياه، او حتى انه يتم زراعه الرز من خلال هذه الصوب ولا لا؟ هل ينفع ولا لا؟ لا، هو زراعه الارز في الصوب دي مش تجربه يعني ان احنا نشتغل عليها سواء كبحث علمي او كتلفزيون في وزاره الزراعه، ما فيش حاجه زي كده. لكن انا اقدر اقول لك انه من خلال البرامج اللي معموله بالنسبه لمركز البحوث الزراعيه وبالنسبه لوزاره الزراعه، فان انا اقلل فتره محصول الارز في الارض واقلل عدد فترات الريات من خلال استنباط الاصناف الجديده اللي توصل ل 90 يوم النهارده. تقريبا الاستهلاك بتاع الماء، الاستهلاك المائي لها تقريبا نص الاصناف القديمه. ده اللي انا بعتمد عليه اعتماد كلي في الفترات القادمة إن شاء الله، ومن خلال البرامج البحثية والخطط البحثية إن شاء الله. طيب يا فندم، ماذا عن الخطط التوسعية؟ في رؤية توسعية؟ بالنسبة للصوب احنا مستمرين في العمل وعندنا خطط توسعية، وما يقدمه إخواننا المرشدين الزراعيين للمزارعين، اللي بحب استغل المناسبه دي واقول لهم كل سنه وهم طيبين بمناسبه قدوم عيد الفلاح على الابواب يوم 9/9 ان شاء الله. كل سنه وفلاحينا المصريين بخير. طبعا كل سنه هم طيبين. المرشدين حاضرين باستمرار، وخصوصا في مراحل التجارب الاولى في وضع المقاسات المناسبه للصوبه، في سرعه استصدار التراخيص بالنسبه للصوبه، في تقديم الدعم الفني لإخواننا المزارعين المنتجين في الصوبة خصوصا في المراحل الأولى، المعاملات الزراعية المثلى توقيتاتها، العلاجات المطلوبة. عظيم جدا. المستمر كل ده بصورة مباشرة بالنسبة له. ده كويس جدا يا دكتور طارق، لأنه مهم، لأنه محتاجين نتوسع أكتر زي ما حضرتك قلت في زراعة الصوب، لأن ده بيعود في النهاية بالنفع على المزارع نفسه، لأن زي ما حضرتك قلت إن الإنتاجية بتزيد في نفس المساحة عن الأرض العادية بـ3 أو 4 أضعاف. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية. طيب خلينا نروح لموضوع آخر، وموضوع متعلق بكورونا. في فريق من جامعة أوكسفورد
عمل دراسة على حوالي 2000 متعافي من كورونا عشان يتعرف على المواد الكيميائية الموجودة في الجسم المرتبطة بالإصابات. فريق توصل هذا الفريق البحثي توصل إلى أنه أدوية الجلطات ممكن تكون علاج محتمل لإصابات كورونا طويلة الأمد. طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا جمانة. معانا الدكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية اللي بينضم لنا من موسكو عبر سكايب. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الورد والياسمين سيد الكريم. يا أهلا بحضرتك. عايزين نعرف إيه علاقة الجلطات بالإصابة بكورونا؟ حتى الآن يعني نحن أمام دراسات، يعني صحيح أن جائحة الكورونا انتهت، ولكن حتى الآن دراسات جارية ما يفعل فيروس الكورونا داخل الجسم. الفيروس هو فيه بروتينات، هو إذا بشبه الفيروس هو حاجة مدورة وفي زي الأصابيع حواليها، الأصابيع ده بروتين، ده لما بيدخل في جسم الإنسان بيقتحم الخلايا بيأثر على البروتينات الأوعية الدموية. نعلم جيدا عند الإنسان دائما في بروتينات اللي مسؤولة عن تخثر الدماء. تخثر الدماء يعني أثناء الجرح، لو إنسان متجرح أو بصير نزيف الدم بيتخثر عشان يوقف النزيف، ده بيكون له معدل معين في الجسم بالإضافة إلى وظيفة معينة. الكورونا بيعمل إيه؟ أثناء دخول الجسم بيزيد من البروتينات دي، زائد إنه بيغير وظيفتها، فبيبقى عملية تخثر الدماء داخل جسم الإنسان، داخل الجسم، داخل الأوعية الدموية، بيؤدي إلى جلطات أو ما يسمى جلطات أو ما يسمى في الدماغ أو في القلب أو في الأوعية الدموية، بتؤدي إما للشلل أو بتؤدي إلى الجلطات القلبية. هذا أصبح واضح خصوصا منذ بداية الجائحة في يعني كثير حالات أدت إلى وفاة في الجلطة القلبية أثناء الإصابة. فحتى الآن جاري الدراسات بالفيروس بيعمل إيه في جسم الإنسان لما دخل، عمل إيه، يعني بنسميها متلازمة ما بعد الكورونا. بيعمل إيه في جسم الإنسان؟ أحد هي هو تخريب الأوعية الدموية وزيادة جلطات الجسم. يمكن أن تكون يعني حتى لو إنسان انصاب بالكورونا، إن كان متوسطة أو إصابة قوية أو ضعيفة، يمكن يكون هناك في خلل في البروتينات داخل جسم الإنسان. لذلك دائما يحبذ إنه الإنسان يعرض نفسه على الطبيب ليشوف عنده، يعمل تحليل، هو تحليل كيميائي يمكن يعني يوضح عدد البروتينات دي والوظائف بتاعته اذا صح ولا مش صح. اذا مش صح يمكن ياخد ادويه عشان يوقف تخثر الدماء داخل جسمه. فدي احد الحالات، ولكن ما نقول انه كل الحالات ولا معظمها، يعني في حالات استثنائيه، يعني بنقول 4-5% بتؤدي الى تخريب وظائف البروتينات. يعني حتى الان العلماء العالم كله بيدرس اول شيء منشا الكورونا. هو اهم شيء منشا الكورونا بيعمل كده ليه، يعني ليش عمل كل هالوظائف هي بجسم الانسان. يعني حتى الان الدراسات يمكن تضل كمان سنين، 5 أو 6 سنين عشان نشوف بيعمل ايه في الجسم. فاحد المصايب اللي بيعملها هو تخثر الدماء داخل جسم الانسان اللي بيؤدي الى جلطات. لانه يعني دكتور الحقيقه انه في ناس بالفعل كانت رابطه، يمكن حتى قبل ما نسمع عن هذا البحث كنا بنسمع ناس بتربط فعلا بالاصابه بالجلطه ما بعد كورونا كمتلازمه ما بعد كورونا، ما بعد الاصابه بكورونا. وايضا في ناس كمان بتشوف في بعض الاعراض الاخرى برضو بتسميها بمتلازمه ما بعد الاصابه بكورونا. على اي حال زي ما حضرتك قلت فعلا لسه دراساتها تستمر لسنين وسنين كمان، بس عايزه اعرف برضو من حضرتك، يعني في بروتينين كده مرتبطين يعني باستمرار الاعراض كمان بعد التعافي، بروتين دي دايمر والفايبرينوجين. ما ده الفايبرينوجين والديدمار هم مسؤولين عن تخثر الدماء، هو المسؤولين عن تخثر الدماء في جسم الانسان. يعني دائما الانسان كل بروتين في جسم الانسان له وظيفه معينه. هالبروتينين لهم هالوظائف، هي هالوظائف اللي بتؤدي الى ايقاف النزيف وما يسمى، فيحصل واحد في الدماغ وواحد في الاجهزه التنفسيه. الديدمار في الاجهزه التنفسيه بيؤدي ايضا الى في الاوعيه الدمويه في الاجهزه التنفسيه، والفايبرينوجين بيكون في القلب. هي المشكله دي انه بتغير من وظيفته. يعني حتى الان ضمن المتلازمات ايضا الزهايمر، حتى موجود الزهايمر المبكر، الانسان بينسى. يعني في كثير متلازمات بتصير، تعب الانسان، العظام، الجسم، يعني كله بيؤدي ضمن الدراسات المعينه. فالبروتينات الانسان عنده حوالي مئات البروتينات، كل بروتين مسؤول عن وظيفه. المشكله انه الفيروس ده غير عادي، يعني خلينا نكون واقعيين، نطلع من الطب شويه وندخل سياسه.
حتى الان ما دام المنشا نحن كعلماء ما عرفنا منشا الكورونا، فالبحوث يمكن تطول لسنين كبيره. لو كنا عرفنا منشا الكورونا يمكن نعرف بيعمل ايه في جسم الانسان، ولكن للاسف الشديد منشا الكورونا ما عرفناش هو منشا طبيعي او منشا صناعي او عن طريق المختبرات. هذا بيؤدي الى الهستيريا اللي عم تصير الان في حاله العلماء او الحاله الطبيه. دائما يعني كل ما بشوف انا بحوث جديده بتاكد من انا بتاكد بنفسي انه بالفعل انه هذا الفيروس منشأه غير طبيعي. طيب لان الفيروسات دكتور محمود بتعملش بالجسم ده زي ما بيعمل الكورونا. هذا بياكد لنا انه بالفعل المنشا غير طبيعي، ويمكن الابحاث القادمه تاكد هذا الكلام. يعني هذا الامر مشكله كبيره جدا بالمتلازمة بعد الكورونا. لذلك الان يعني في نسب في بتصير جلطات دمويه، في نسب زهايمر، في نسب بيؤدي الى طيب التعب. خلينا في موضوع الجلطات لانه هو المرتبط بالفقره بتاعتنا. هل مطلوب من اي حد جاله كورونا انه يفضل يعمل تحاليل بتاعه الجلطات او بتاعه سيوله الدم والامتى؟ لا، هو المفروض يعمل تحليل واحد فقط، تحليل واحد فقط تحليل كيميائي اما الكارديوجرام او التخطيط القلبي. بعد قد ايه مثلا هو انصاب بالكورونا؟ اذا انصاب من زمان او انصاب من اول وانصاب دلوقتي او حينصاب بوقت بعد ما بعد الاصابه يعمل تحليل، يعني بعد حوالي تقريبا شهر او شهرين من الاصابه او من التعافي يعمل تحليل الديدايل. حتى يعني حتى لو كان من سنتين منصاب يمكن يعمل الان التحليل، لانه دي يمكن الان يعني واحد يلحق وياخذ ادويه عشان يوقف تجلط الدماء داخل الاوعيه الدمويه. هذا امر مهم جدا، لانه هو بيهاجم الدماغ وبيهاجم الاوعيه الدمويه في الدماغ، بيهاجم الاوعيه الدمويه في القلب وبالرئات بالرئتين يعني. فلذلك يمكن بسهوله عن طريق تحليل كيماوي الطب العلم بيعرف هو كميه الفيروسات ووظيفتها، كميه البروتينات والبروتين ده بالذات واذا موجود والوظيفه بتاعته ايه. فاذا الوظيفه كان نوعا ما اختلت الوظيفه فيمكن ياخذ ادويه زي الادويه اللي سواء اطباء اللي ادويه الجلطات القلبيه او ميعات الدماء. يعني نعلم جيدا حتى اللقاحات، يعني حتى اللقاح على سبيل المثال بريطانيا اللقاح الاسترازينيكا تمام بيؤدي الى جلطات دمويه. ليش بيؤدي جلطات دمويه؟ لانه كمان هن استعملوا فيروس فيه بروتينات بيعمل نفس الوظيفه، ادى فعاليا جلطات دمويه. لذلك كان اللي بياخذ استرازينيكا اللقاح مفروض كان ياخذ مميع للدماء. يعني يعني دكتور يعني كمان حضرتك بتقول بس مش الاصابه بفيروس كورونا، لكن يعني في بعض الابحاث حتى الان تتحدث عن انه في يعني في نسبه من الاصابه بالجلطات، بس في نفس الوقت في ناس كمان اول ما بيتم اصابتها بكورونا او ايا كان حتى تلقت اللقاحات ايا كان هو ايه من كتر الكلام اللي بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي وهم بيجروا ياخدوا ادويه السيوله من نفسهم، ادويه طبعا سيوله الدم من نفسهم. هل ده صح ولا غلط ولا لازم ان هم يستنوا يعملوا التحليل ده؟ لا يستنوا يعملوا التحليل، لانه الادويه اذا زادت عن حدها يمكن تغير ايضا من الوظائف. يعني تميع الدماء كمان يمكن يؤدي فعليا الى يعني حتى لما بياخذ مميع للدماء دائما الانسان اما في حاله المرض السكري او في حاله الامراض الاخرى مرض القلب بياخذه، ولكن اذا ما معوش الحاجات دي والبروتينات عنده مظبوطه اذا اخذه يمكن يؤدي الى ما يسمى حالات خطيره. يعني على سبيل المثال اذا صار عنده جرح لا سمح الله يمكن يبدا النزيف بيوقف النزيف يعني بيؤدي الى نزيف مفتوح. لذلك يعني حضرتك شايف انه ما ينفعش شخص يتناول ادويه السيوله طبعاً غير تحت اشراف طبيب. طبعا بعد التحاليل، بعد التحاليل بالذات التحليل بياكد بياخذ الدواء وبالمقدار اللي بيقول له عليه الدكتور حسب النقص او زياده هذه البروتينات او نقصه او تغيير وظيفتها. كل نوع له دواء معين بيرجع الوظيفه دي للبروتينات دي اللي قلتي عليها الفيبروجين والديدمر. وضحت الفكره يا فندم، بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود الافندي استاذ الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع لميا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة الممثلة في كل ربوع مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ومحافظي شمال سيناء. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء. وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، ثمن الرئيس السيسي الشراكة الممتدة مع شركة إيني، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة. من جانبه استعرض ديسكالزي تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرا إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو، وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية. اختتمت جلسات المحور السياسي بالأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، وذلك بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع. وناقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حريات الرأي والتعبير. وكان أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوما من الأيام المشار إليها. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة. تأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن في مدينة كركوك لمنع وقوع المزيد من عمل العنف بين مجموعات عرقية وارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات. ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ عام 2017. كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما عاجلا يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن ترشيحه روستوم عمروف رئيس صندوق أملاك الدولة الأوكرانية ليشغل منصب وزير الدفاع خلفا للوزير السابق أليكسي ريزنكوف. وقال زيلينسكي إن وزارة الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع، متوقعا أن يدعم البرلمان هذا الترشيح. وتأتي إقالة وزير الدفاع بعدما هزت سلسلة فضائح فساد وزارة الدفاع الأوكرانية خلال الآونة الأخيرة. تظاهر الآلاف في النيجر لليوم الثالث على التوالي مطالبين برحيل القوات الفرنسية والتي وصفوها بالاحتلال. وانضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين قرب قاعدة عسكرية نيجرية، حيث يتمركز جنود فرنسيين. والشهر الماضي أيضا أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر.
وعدت الحكومة البريطانية بإنفاق كل ما يلزم من أموال وبأسرع وقت ممكن لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالانهيار والتي اضطرت إلى إغلاقها كليا أو جزئيا في اللحظة الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد. وقال وزير المالية جيرمي هانت إن الحكومة ستنفق كل ما هو يلزم لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لضمان قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان. وتتصاعد الضغوط على السلطة التنفيذية منذ الخميس حين تم الكشف عن هذه المشكلة والتي يعتقد أنها لا تنحصر بالمدارس بل تشمل أيضا عددا من مباني المستشفيات والمحاكم المهددة بالانهيار. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن الفقرة دي الحقيقة بتهم ناس كتير جدا. في ناس كتير جدا بيفكروا في الشغل ليل نهار، كمان حتى بعد ما بيخلصوا الشغل وبيروحوا البيت. التفكير ده يعني من وجهة نظري بيؤثر نفسيا على الأسرة، عشان الإنسان بيكون ما عندوش وقت حتى انه يقعد يتكلم مع أسرته أولاده، كل همه الشغل وإزاي انه يقدر يواجه الحياة العملية، وده في حد ذاته أكيد بيخلق طاقة سلبية داخل بيته الأسرة. بكل تأكيد، وكل واحد فينا عنده مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل، ضغوطات في البيت وضغوطات في الشغل. طيب إيه الخطوات اللي ممكن تساعدنا عشان نفصل ما بين الحياة الشخصية والعمل، عشان كمان الأسرة ما تتأثرش بالضغوط اللي موجودة في الشغل، وفي نفس الوقت برضو ده ما ينعكسش على التقصير في العمل؟ ده اللي هنعرفه في فقرتنا من الدكتورة نهلة ناجي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. يا اهلا بحضرتك. أهلا. ازاي نفصل الاثنين عن بعض؟ ما هنا في ضغوطات وهنا في ضغوطات. هو القصه بتبقى محتاجه شخص منظم شويه في تفكيره ومحدد هدفه. احنا بنشتغل وبننجح وبنكسب عشان نبني اسره سويه، لانه ان انت تشتغل واسمك يكبر وحجم عملك يزيد، دخلك يزيد، وفي الاخر ده ينعكس انه في طفل ما كملش تعليم، أو زوجة مثلا منهارة فنفقد تواصل الأسرة، أو حد منهم يبقى تعبان وأنا مش شايف تعبه. يعني أنا بستغرب كتير قوي إنه يجي لي ابن أو بنت عندهم مثلا 14 15 سنة جاي العيادة لوحده. طب فين بابا وماما؟ هما ما يعرفوش إن أنا هنا، أنا جاي مع صاحبي. أو إن زوجة مثلا بتاخد قرار إنها تنفصل وبتتكلم في ده مع صاحبتها، لأنه الزوج اللي موجود في البيت ما يعرفش أصلاً هي واصلة بمشاعرها ومشاكلها لحد فين. راجل مثلاً عنده مشكلة كبيرة قوي في شغله ومأثرة على دخله، والبيت لسه بيطلب بنفس المستوى اللي كان بيطلب بيه في وقت ما كانت الأمور فيها انفراجة كبيرة. فده معناه إن مفيش تواصل، إحنا مش عايشين مع بعض، إحنا كل واحد بيخرج بيعمل حاجته، ولما بيرجع هو ساكت أو مش معانا، فاحنا مفيش حد فينا يعرف التاني بيفكر فيه. طيب دكتور، في نفس الوقت في حد او معظم الرجاله بنسمع مثلا شكوى منهم انه هي المفروض تقدر ان انا عندي مشاكل في الشغل، هي المفروض تتعامل مع ان انا مسؤوله عن البيت ده، فبيبقى عندي مشاكل في الشغل فلازم افكر في المشاكل دي بتبقى شغلاني، لان هي بتؤثر لو حصل مشكله في الشغل بكل تاكيد بينعكس كمان على البيت، فهي المفروض انها تقدر، لان معظم الوقت يعني هم بيبقوا ساكتين اساسا. صح يا جازلي ولا ايه؟ مظبوط. والله احنا لما يبقى يا فندم في حد عنده مشكله في الشغل او داخل مبوز في الشغل، يقولوا ايه؟ من ضغوطات البيت، هتلاقيه متخانق مع مراته، هتلاقي فيه. فالموضوع اعتقد صعب الفصل جدا. هو لو انت يعني عارف الادوار المهمه في حياتك ايه وحريص عليها، يعني المفروض ان انت دخلت الشغل، انشغالك بشغلك والخطة اللي انت هتعملها النهاردة هتخليك تعرف تفصل انت جاي من البيت بهموم شكلها ايه. يعني انت جاي النهاردة الصبح محضر موضوع معين، تمام، في اسئلة معينة هتقولها، في دور معين هتلعبه في التقديم، فده لو انشغلت بالنقطة دي وركزت فيها قوي، المخ بيبتدي يفصل الحاجات القديمة اللي انت جاي بيها من البيت دي. فيها ميزة. أنا ساعات لما بنيجي نعالج حد عنده مشكلة بنقوله اشتغل، لأنه شغلك هيديك مساحة من الوقت بعيدة عن مشاكل البيت، هيديك اهتمامات تانية بعيدة عن الحاجات، هيشغل بالك وفكرك بالظبط. فدي بتهون عليك كتير قوي
وبتعمل لك أهداف جديدة في حياتك، تارجتس جديدة في حياتك، فبتخلي الموضوع يبتدي يتحل بالتدريج، لأنك هتصفى شوية، هتبعد شوية، هتفكر أحسن، هتاخد قرار عملي أكتر بدل ما أنت قاعد في وسط الانفعال وطول الوقت مشدود بيه، فمش هتعرف تاخد قرار صح. طيب، في بعض المهن يا دكتور بتؤثر على صفات الشخص بشكل أو بآخر، فبالتالي بيتحول، ممكن يبقوا لسه متزوجين حديثا يعني، بيبقى شخصية بعد فترة. في بعض المهن يعني مثلا ممكن الأطباء شوية بيبقوا كمان تحت ضغط كبير جدا، بعد شوية ممكن المهن دي تؤثر على الشخصية. هل ده صح ولا غلط؟ وهل انه ممكن الـ مش هقول زوج يعني، مش هحدد كلامي بالزوج فقط يعني، ان كانت زوج او زوجه، لانه لو مراه عامله برضو اكيد بيبقى عندها ضغوطات في الشغل بالمناسبه. ففكره التغير اللي بيبقى بسبب الشغل ده ازاي نقدر نتعامل معاه؟ هو زي ما حضرتك بتقولي، في مهن مثلا يعني ساعات الزوجه تقول ايه ده، هو مهندس بيتكلم مع العمال بلغه معينه، وما بيرجع البيت بينفعل بنفس الطريقه، بيكلمني كده، بيزعق مع الولاد كده. في حد مثلا عصبي قوي في شغله فبيرجع برضو يمارس ده، او هو قيادي في شغله فبيرجع يتعامل معهم في البيت على انهم مرؤوسين، بيتعامل معهم بنفس الطريقه. ده شخص بيبقى مش عارف الفرق بين الشخصيات اللي قدامه، يعني هو في الشغل فاهم الفرق بين مديره وبين زميله وبين المرؤوس بتاعه، وفاهم يكلم كل واحد ازاي. في البيت هو براحته بقى، يعني انا عايزه اتنرفز النهارده عشان انا المدير بالظبط. يعني مش عايزه اتكلم دلوقتي، هدخل واقفل عليا باب الاوضه، عايزه ازعق، عايزه اطلع الطاقه اللي جوايا. انا عايزه الناس تفكر تعمل حساب اللي معاها انه مش هيستحملك كتير، وبيتاثر بيك تاثير سلبي. ففي حاجه يصح اعملها وحاجه لا. لو الواحد مش عينه على الموضوع ده غالبا بيتاثر، يعني زي ما قلت كده الاطباء. احنا مثلا كاطباء نفسيين بنسمع قصص كتير قوي في العياده من المرضى. لو الشخص مش ثابت في مشاعره ممكن تاخدي الكلام ده وتبتدي تحوليه على الناس اللي في البيت. مثلا زارني النهارده حد وقال انه بيشرب مثلا نوع من المهدئات او سجاير او حشيش او كده، هبتدي اشك في ولادي، هم كمان بيعملوا كده، هو اتاخر امبارح عشان كده، هو كان مع صاحبه بيأدي ده، فابتدي اتحول بالفكره دي على اللي معايا. لا، انا لازم افصل بين الشخص اللي كان قاعد قدامي في العياده واللي في البيت وظروفهم وعلاقتنا. بتحتاج شويه ان احنا ننتبه ان احنا عايزين نحافظ على علاقاتنا الاجتماعيه. يعني ساعات بنحس انه دي حاجه موجوده مش هيجرى لها حاجه، انا راكنها هنا وبروح واجي الاقيها زي ما هي. لكن لا، هي مش امر مسلم بيه، هي ممكن نفقدها وممكن يعني يحصل فيها مشاكل واحنا مش واخدين بالنا. طيب دكتور نهله، حضرتك اتكلمتي في الاول وقلتي يعني انت جاي مثلا هتناقش فقره معينه فمجهز ليها، بعد ما بتخلص شغل انا بروح البيت خلاص يعني بفصل. في بعض المهن بيبقى صعب على الموظف ان هو لما يروح البيت انه يقفل الباب ويفصل، مثلا لو مدير في مكانه مطلوب منه متابعه العمل طول اليوم لان مثلا المصنع بتاعه شغال شيفتات او لكن العمل شغال 24 ساعه، انما هو بيدخل ياخد الفتره بتاعته وبيروح. اخواتنا اللي شغالين في المبيعات مثلا وليهم ارتباطات بالسوق وعلى طول تليفونات 24 ساعه، الناس دي اعتقد بيكون صعب عليها قوي ان هي تفصل زي ما كنا بنتكلم في البدايه. هو لو فصل الموبايل هيفصل. طب ازاي ما هو ما يقدرش يفصل الموبايل؟ يعني لان احنا دي مسؤوليته برضو. احنا بقينا بنعمل ايه؟ انا مثلا هيجي لي تليفونات طول النهار انه في حد تعبان، في حد حالته متدهوره، في حد هيروح المستشفى. قبل ما بفصل الموبايل بنزل رساله ان بعد الساعه كذا اتصل بالمستشفى. انا لو عملت سكيدول انه انا برد على التليفون مثلا من في وقت العمل اللي هو مثلا من 9 ل 4، بعد 4 في حاجات بتحصل في الفتره دي، يا اما هتتصل بفلان يا اما هتبعت لي رساله وانا هشوفها لو ظروفي تسمح. بس انا لازم احافظ على المكنه اللي في دماغي انها تفضل يعني بتشحن بطريقه صحيه. خد بالك من حاجة، احنا مثلا ممكن يكون عمري 40 سنة بس استهلاكي لجسمي ان انا ما بنامش وقت كافي، بفكر كتير، منفعل زيادة عن اللزوم، ضربات قلبي سريعة، ضغطي عالي، اكلي مش صحي، ده بيخلي عمري مش 40 سنة، بيخلي عمري 60 سنة. فبستهلك جسمي بدري. الناس اللي بيجي لها سكتات قلبية وبتموت فجأة، او مثلا مناعة عندهم بتبقى ضعيفة قوي، او بيبقى على طول بيعاني من ارهاق وده بيأثر على تركيزه،
كل ده استهلاك لطاقتك بطريقة سلبية، هتخلي بدل ما اشتغل 20 سنة زيادة، لا أنا يعني بيقل طاقتي وبيقل إنتاجيتي لأن استخدامي ليها مش صحي. طب دكتور مؤخرا بقى في ناس كتير جدا بتشتغل من البيت أونلاين، يعني هو الشغل بمشاكله بقوا قاعدين في البيت. المفروض اللي بيشتغل أونلاين في البيت يتعامل إزاي، واللي قاعدين كمان معاه في البيت يتعاملوا إزاي؟ بصي، هي دي ظهرت طبعا مع الكورونا، ان كلنا تعودنا نشتغل من البيت. في البداية كنا مبسوطين قوي ان احنا قللنا زحمة المواصلات، ان احنا يبدو ان احنا متواجدين في البيت، ان عدد ساعاتنا ممكن تبقى اطول، لكن بدأت تبان مشاكلها بعد فترة، انه بقيت قاعد في البيت بس قاعد في أوضة وقافل على نفسي الباب ومش داريان باللي بره. بقيت منعزل اجتماعيا عن زمايلي، يعني الناس كانت الأول بتلبس بتنزل مهتمة بمظهرها بصحتها بتعمل رياضة بتتفاعل وجها لوجه، لا هو بعد شوية بقى حد قاعد وشه للكمبيوتر ومفيش تعامل خالص بينه وبين اللي حواليه. بدأوا يحلوها شوية ان يبقى فيه ورك بليس، يعني يبقى فيه كافيهات مثلا فيها مكاتب عشان الناس تبتدي يعني تتهيأ نفسيا ان انا في جو عمل. لكن على المدى الطويل هي ليها اعراض سلبيه كبيره قوي. انه الزوجه بقت متضايقه ان هو قاعد في البيت وقت طويل، وبقى سامع صوت الولاد، وبقى هي محتاجه تصحى بدري، وهي محتاجه تحضر له فطار وتحضر له شاي. في البيت لا شوف برضو غيابه لفتره كان مفيد، خروجه من البيت كان مفيد، اهتمامه بمظهره ولبسه كان مفيد. دي كلها بدات تتغير مع الوقت. لا احنا محتاجين نخرج، لان انت لما بتخرجي انت بتهتمي بنفسك وبتتواصلي مع الناس بصوره مباشره، ودي ليها عوامل ايجابيه كتيره قوي. لكن وجودنا مع بعض فترات طويله باحتكاك متزايد في كل كبيره وصغيره، لا مش دايما صعبه جدا الحقيقه. طيب هل مهم اشراك الزوجه في تفاصيل الشغل او في مشاكل الشغل عشان هي تكون عارفه ان هو مثلا عنده مشكله في الشغل فتبتدي تراي حاجة زي دي؟ مثلا عنده مهمة تقيلة شوية، عنده ضغط عمل الفترة دي، فهتبتدي تقدر حاجة زي دي؟ ما تدخلهاش في التفاصيل. يعني هي لازم تراعي الفترة اللي انت بتمر بيها. مثلا انا اليومين الجايين دول عندي مثلا موضوع شاغلني فمش هقدر اشاركك في مشاكل الولاد. انا مثلا مسافر الفترة الجاية فبستعد للسفر. بس خلي الزوجة زوجة، بلاش تبقى هي الزوجة وهي سكرتيرة الشغل وهي المحاسب القانوني بتاعي وهي المحامي بتاعي، لا كده هتختلط الأوراق وهتبتدي تتدخل بطريقة مش مناسبة وساعتها توترك. لكن لو هي فضلت الزوجة اللي بتساند من بعيد لبعيد بتفهم بحنية، تنصح الزوجة إيه بقى؟ أنصحها ما تتدخلش غير لما هو يسمح بده. يعني هو راجع من بره متضايق ومش عايز يتكلم دلوقتي، احترمي ده. عايز ينام شوية سيبيه ينام، مش عايز يتكلم معاكي وهيخرج مع صاحبه سيبيه شوية هيرجع أحسن. هي دي النصايح ولا بلاش؟ بس لو هي بص، إمتى الزوجة ما بتعملش ده؟ لما تبقى هي نفسها محبطة قوي، يعني هي واحدة قاعدة طول النهار مستنية إمتى هيرجع عشان أحس إن في حد بيتكلم معايا، لأنها طول النهار في معركة البيت والولاد ومش حاسة كمان إن أنا ست وإن أنا في حد مهتم بيا، في حد مقدر المجهود اللي أنا عملته. لو رعاها بكلمتين هياخد اللي هو عايزه. يعني مصدقيني يا دكتور بنحاول ننصح بالموضوع ده بس يعني مفيش فايدة. بس يعني خلينا برضو انطلاقا من نفس السؤال، لو الست هي اللي بتشتغل، يعني هما الاتنين بيشتغلوا وهي مرأة عاملة وعندها مشكلة في الشغل وحبت تيجي تحكي مشكلتها لزوجها في البيت، هل ده صح برضو أو غلط؟ يعني نفس المبدأ برضو ولا لا عادي، او هي ممكن تشارك جوزها؟ لانه احيانا كمان هو مش بيسمع، ما بيبقاش بيسمع اصلا. هو في راجل عايز يعرف كل كبيره وصغيره لانه بيعتبر ان الست دي مسؤوله منه، فلازم اعرف انت كلمتي مين وبتعملي ايه وخرجتي مع مين النهارده كل كبيره وصغيره. برضو خليها من منطلق الاهتمام بيكي بس مش منطلق التدخل في تفاصيل الشغل. لانه هي برضو لما ترجع البيت هي ست، هي المفروض تهتم بقى بأكله وبلبسه وبأولادها بحياتهم الاجتماعية. لكن تدخله في شغلها ساعات بيبان إنه مساعدة، لكن بعد شوية بيقلب بغيرة وبيقلب باحتكاك. إزاي ممكن توقف ده؟ أو إزاي ممكن تقدر إن هي زي ما تقول كده التيونينج، أو إن هي تقدر تحدد إنه يبقى في نطاق معين من غير ما يحصل مشكلة؟
نتكلم لحد فين؟ يعني هي عايزه ترجع تحكي عن شغلها، فترجع تحكي النهارده كان اليوم مرهق قوي، حصلت مشكله بس بدات احلها. لكن لو دخلت في تفاصيل ان المدير الفلاني بيضايقني وزميلي ده مثلا عايز يعمل لي مشكله، ويبتدي هو ينفعل برجولته بقى، لا انا مش هسكت وانا هتدخل وانا هروح اعمل مشكله او كده، الموضوع هيتطور. الحاجه الثانيه هي لو اهتمت في وقت البيت بالبيت هو يبقى سعيد اكتر. يعني لو هي في البيت قافله موبايلها، قاعده معاه بيتكلموا عن ولادهم، خرجوا مع بعض بيتكلموا في مشاكل البيت، هو هيبقى مهتم اكتر انه يسمع، وده هيهون عليها مشاكل الشغل. بس المهم ان احنا يعني انا بحس ان الناس مش مديه نفس الاهتمام لاسرهم وولادهم زي ما هم مهتمين بالشغل وبالعائد المادي. عشان ده اكل عيشنا يا فندم، عشان ده اكل عيش الراجل، يعني شغله لازم يدي كل مجهوده لشغله، يحط شغله اولويه. انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانه والله، انا مقدره جدا ان حضرتك بتبذل مجهود علشان توفر حياه احسن للبيت، بس احسن استثمار هتعمله في حياتك نجاح البيت. صحيح، لان مهما كسبت شهره او فلوس وفي الاخر طلعت بعيل فاشل باسره انت حاسس فيها انك وحيد، يبقى احنا بنرمي فلوسنا في البحر. صحيح، مفيش حاجه تعوض، انت عايز الفلوس تجيب نتيجه. النتيجه هي ان دول يبقوا كويسين، لان هم دول السند الحقيقي مش الحساب في البنك. صحيح. طيب امتى احس ان انا عندي مشكله ومحتاج مساعده من متخصصين وان الموضوع زاد عن حده؟ ده مش طبيعي. هو سؤال مهم قوي، امتى هتكلم مع زميلي وامتى هروح لايف كوتش وامتى هروح للدكتور؟ صحيح. لو انت عايز تحتفظ بخصوصياتك خلي حوارك مع حد يعني نيوترال بره البيت. لو انا عايز علاقه حميميه، عايز اخويا، صاحبي، امي، زوجتي، هتكلم مع حد قريب مني يعني بيتفهم المشكله ويقدر يهون عليا. اللايف كوتش في ميزه انه هيسمعك بصوره اجتماعيه، فيسمع مشاكل الشغل، مشاكل البيت، طول ما مفيش حاجه مرضيه خطيره هو ممكن يبقى شخص مناسب جدا، يديني مساحه اتكلم واحكي واعبر عن نفسي وانا افهم المشكله ايه، وحد قريب مني عنده خبره شويه يقدر يساعد. لو بقى في اعراض مرضيه ان انا ما بنامش، اكلي اتاثر، تركيزي في الشغل اتاثر، بدات اعمل قرارات مش مظبوطه، انفعالاتي زياده عن اللزوم، لا انا كده في ظروف مرضيه هتحتاج طبيب، وممكن يبقى في تدخل علاجي بادويه او بعلاج نفسي. عظيم جدا. انا دلوقتي عندي شيفت في الشغل وعندي شيفت في البيت، افصل ما بينهم ازاي؟ هل مثلا خروجه يعني شيفت في البيت يعني اللي هو يعني التزامات بقى كزوج او كاب كده، يعني بنسميه شيفت. شايف المصطلح في حد ذاته يا دكتور؟ انا استغربت من المصطلح. يعني لا، مقدرها شيفت يعني وقتي عمل هيخلص، ما هو وقتي مش كله للبيت اكيد يعني، فمقسم وقتي هنا وهنا. هل افصل في النص مثلا بخروجه من الممكن هي تخفف ضغوطات البيت وتخفف ضغوطات العمل، وفي نتيجتها دي ان هي تنعكس على الانتاجيه بتاعتي في الشغل؟ لازم تعمل كده، ولازم البارتنر اللي معاك يتفهم ده. يعني انا عارف مواعيد شغلي ثابته، انا بشتغل مثلا 5 ايام في الاسبوع، كل يوم منهم 8 ساعات، كويس، اكسبكتد ان انا هخلص شغلي الساعه كذا وهوصل البيت. في وقت لازم يبقى بتاع البيت بس، انا هخرج مع اولادي، احنا هنروح نادي، احنا هنزور جدتهم، انا قاعد معاهم في البيت، ده بتاع البيت. في وقت بتاعك انت لوحدك، انت خرجت مع اصحابك تقعدوا في كافيه لوحدكم، انتوا بتلعبوا كوره، انت طلعت مع اصحابك يومين ويك اند مثلا في السخنه او في الساحل، عشان تعيش زمانك بتاع شبابك. يعني ده بيرجع الراجل صغير. ايه كمان ايه كمان يا فندم النصايح الجميله دي؟ ايه كمان؟ بس هي مع اصحابك الرجاله بس. كمان برضه يا دكتور صح؟ وهي لازم تعمل زيه على طبعًا. فكره أكيد. يعني في ستات اذكياء جدا، هي مثلا ولادها بينزلوا مدارس الصبح وجوزها في شغله، هي عامله لنفسها يوم او يومين بتوعها، هي هتقابل صحابها، هيفطروا بره، هتخرج تتفرج على محلات مثلا، هتروح هي الكوافير، هتقعد مع واحده صاحبتها تتكلم براحتها، هي محتاجه المساحه دي علشان يفضل الايدنتيتي بتاعتك. يعني انت كبني ادمه لنفسك، انت مش بس بتقومي بمهمه عمل او بمهمه انك زوجه او ام، لا، يعني البني ادم بيحس انه انا لما خرجت مع اصحابي اللي كانوا معايا في ثانوي في الجامعه انا رجعت للمرحله العمريه دي، رجعنا نضحك زي زمان بدون هموم، رجعنا نتشاقى شويه، رجعنا لطبيعتنا
اللي احنا مضطرين طول الوقت ننزل عليها ماسك واحنا في شغلنا او احنا في بيوتنا، وده مش هيضر حد على فكره. يعني هي مش لازم تزعل ان انت خارج مع اصحابك يبقى انت مهمل فيها وفي ولادها. وهو برضو مش لازم يزعل ان هي سايبه الولاد النهارده وخرجت مثلا لوحدها. احترام مساحه كل، يعني كل واحد يحترم مساحه الاخر، ولازم فرصة. يفضل كل شخص ما يدوبش في اللي حواليه. انا بتاعت نفسي فتره من الفترات، وفي جزء انا مع شغلي وفي جزء انا مع بيتي، لكن انا ما فقدتش نفسي. طيب ازاي الابناء بيتاثروا بحال لو في ضغوطات في العمل عند الاب مثلا؟ في ولاد لما بنكبر بيقول لك انا مش عايزه ابقى زيك. هو شايفك طول النهار، فبيبتدي يقول لك على فكره انت كنت طول الوقت مشغول، انت كنت طول الوقت بس منفعل. ناجح مثلا بيشوف جزء من نجاحك، يعني لو ولادك قاعدين معانا دلوقتي هيبقى مبسوط ان هو شايفك على الشاشه وحضرتك مشهور والناس كلها عارفاك، بس بالنسبه له هو نفس الشخص الناجح ده لما رجع البيت كان عصبي قوي. انا شايف ابو صاحبي بيقعد معاهم اجازات اكتر. انا شايف فلان بيصرف على اولاده اكتر، عنده احتياج معين بالظبط. فخلي اولادنا يشوفونا ناس كويسه عشان يحاولوا يقلدونا، لكن طول ما هو اصل هو بيشوف جانب منك الناس العاديه ما تشوفوش. ففي فنانين مثلا تلاقي اولادهم بيقول لك انا مش عايزه ابقى زيك، في دكاتره اولادهم بيقول لك لا انت كنت طول النهار مشغول، كنت طول النهار عصبي، وانا مش شايف ان انت حققت اللي انا عايزه. فهو مش عايز يكرر نفس المسيره بتاعتك، ده معناه ان هو ما كانش شايفك صح. لكن لو هو شايفك بني ادم كويس محترم ناجح متوازن هيحب يقلدك. طيب دكتور حليم، كان احنا اتكلمنا عن الشخص ازاي يحس بنفسه ان هو تخطى الحدود، لكن لو بنتكلم على المراية الشخص اللي قدامه، ان كان هنا زوجة جوزها بيجي دايما مضغوط، او حتى زوجته بترجع من الشغل مضغوطة، امتى الشخص ده لازم هو اللي يقول لا هنا لازم ناخد موقف؟ لو الشخص اللي قدامه اللي بيرجع دايما مضغوط ده مش مدرك. برافو عليك. هو مش دايما انا اللي بحس ان انا تعبان، غالبا اللي حواليا بيشوفوني اكتر وقبل ما انا احس. لما اتغير عن البيز لاين بتاعي، يعني كان معروف مثلا ان انت بتنامي بالليل الساعه كذا، بتصحي في الوقت الفلاني، ما بتغيبيش عن شغلك، اما بترجعي ليكي طقوس معينه بتعمليها في البيت، بتعملي رياضه مثلا كم مره، اما لقيكي لمده اسبوعين ثلاثه شهر انت متغيره، انت مش في الفورم بتاعتك، يبقى هنا في حاجه اتغيرت فيكي. يا انت بتقولي انا ملاحظه ان انا اتغيرت وانا محتاجه مساعده، يا اللي قدامك بيلاحظ ده بدري بيقول لك احنا انت بقيتي بتاكلي كتير قوي غير الاول، او شهيتك الاكل ضعفت قوي، انت بقالك فتره ما بتناميش وانا بصحى مثلا بقلق بالليل بلاقيكي بره اوضتك، انت مثلا بقالك كام اسبوع بتغيبي من شغلك كتير. فممكن اللي قدامك هو اللي يلاحظ ده. لما يلاحظ ده هيبتدي الاول يتكلم معاكي، يفهم ايه اللي مضايقك، اذا قدر يساعد لوحده كويس، اذا ما قدرش يبقى ساعتها لا هنلجا لحد. طيب هل الامور دي بتتحس مثلا، التغيرات دي بتتحس ولا لازم تتقال صراحه؟ ساعات انت بتحس بالتغيير، انه بقى عصبي، انفعالاته مش طبيعية. في ساعات مثلا الناس يقولك ايه ده نسي عيد ميلادي، ده كان في حد جاي لنا زيارة وهو ما انتبهش خالص الموضوع ما فكرش فيه، ده مثلا قدام الناس انفعل بطريقة انا مش واخد عليه انه بيعمل كده. فانت بتحس ان في شخص اتغير. طبعا الستات اكثر حساسية للتغيير، يعني بتلقط بسرعة التغيير اللي في حياة الراجل، وتبتدي بقى سلسلة الاتهامات، هو يعرف حد، هو مرتبط بحد تاني او كده، هو مش مهتم اصلا. وساعات ما بيبقاش في حد ولا غيره، هو تعبان، هو متضايق، او هو متغير من ناحيتك، يعني هو متضايق من تصرفات كتير بتحصل قدامه وبدا يبعد وبدا يفكر بطريقه منفصله عنك، وساعات بيطلع القرار مفاجئ. يعني بتفاجئ ساعات انه مثلا زوج وزوجه جايين مع بعض، هي بتتكلم ان احنا عندنا مشاكل ومتضايقين وفكرنا نيجي، وهو بيتكلم انا واخد قرار. ده في مساحه بعيده قوي بينهم، انت ما خدتيش بالك طول الوقت، او مش شايف ان في مشاكل اصلا. لا هو واخد قرار انفصال. لا في بعض الحالات يعني هو برضو ممكن يكون مش شايف ان في مشاكل، مش حاسس ان في مشاكل، هي مش حاسه، هي فاكره ان المواضيع بتعدي. يعني هو بدا يعد عليها، هو بدا يحط كده قدامه مواقف ويقول هي بتتأخر في كذا، ما عملتش كذا، قالت في الموقف الفلاني كلمة جرحته، فبدأ يعدلها
وبدأ يوصل لقرار وهي لسه مش جاهزة للمحطة دي. ما خدتش بالها أنه كل التغيير ده حصل فيه وهو سبقها في الموقف. يعني على أي حال هو أهم حاجة المساحة زي ما حضرتك قلتي، إن كانت مساحة كل شخص فيهم أو حتى المساحة المشتركة بينهم يعرفوا يستغلوها صح. أهم حاجة الحوار، أهم حاجة كل شخص يقدر كمان مشاكل الطرف الآخر ويبقى عارف إمتى يقدر يستوعبه وإمتى يقدر يحترم مشاعر، إن كانت الحيرة أو الغضب أو حتى التوتر اللي عنده، وإمتى لازم يبقى عارف يتكلم. هي فكرة كلها شعرة رفيعة جدا ما بين كل المشاعر دي، ممكن هي اللي تفجر الوضع أعتقد يعني. بالظبط. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور نهلة ناي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، نورتيني يا فندم. شكرا. شكرا لكم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. صباح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. أكدت إدارة المباريات باتحاد الكرة أن مباريتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس يوم 8 و 12 سبتمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي هتشهد حضور 30 ألف مشجع. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى مرانه المسائي امبارح، وبدأ المران بالجزء البدني وخاض اللعيبة تدريبات خاصة تحت قيادة أندرس أندويا مخطط الأحمال، وقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللعيبة المجموعتين، وشهدت التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية. عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي وقع على عقود التجديد للنادي علشان يستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ووقع حميد على عقد مع النادي لمدة 4 مواسم جاية. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ركز على الجوانب البدنية مع اللعيبة خلال المران المسائي اللي أجرى امبارح بمقر النادي، وده استعدادا لمواجهة أرترا سورير الجيبوتي في الكونفدرالية الإفريقية. خاض لعيبة الفريق تدريبات بدنية قوية باستخدام أدوات الجيمنازيوم، كمان أدى اللعيبة تدريبات تأهيلية واستشفائية. فريق طلائع الجيش اتعادل مع نادي انبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الودي اللي جمعهم على هامش معسكر الفريقين في اسكندرية استعدادا للموسم الجديد، وسجل هدف الطلائع احمد الشيخ وسجل محمد شريف حتحوت هدف انبي. منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة فاز على منتخب بروندي بنتيجة 3-0 في لقاء افتتاح البطولة الافريقية واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 1 لحد 14 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة. منتخب شباب السلة تحت سن 18 سنة ودع بطولة كأس العالم 3-3 واللي بتقام بالمجر، وده بعد خسارتها من ألمانيا بنتيجة 19-17 بربع نهائي البطولة. كمان ودع منتخب الشباب تحت سن 18 سنة منافسات البطولة نفسها بعد الخسارة من ليتوانيا بنتيجة 16-13 في منافسات نفس الدور. علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز الفني حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في نهائي منافسات جهاز الحلق ببطولة رومانيا الدولية والمقامة حاليا بالعاصمة الرومانية بوخارست. كمان حقق محمد منتصر عفيفي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني الميدالية الفضية والمركز الثاني في نهائي منافسات جمباز جهاز المتوازي ببطولة رومانيا الدولية. توجت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي ببطولة سلفانيا الدولية تحت سن 19 سنة واللي أقيمت خلال الفترة من 28 أغسطس الماضي وحتى 3 سبتمبر الجاري. كمان تم تتويج هنا جودة بالميدالية الذهبية عقب فوزها على لاعبة الهند بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية لمنافسات الفردي. البطلة المصرية نور الشربيني والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش توجت ببطولة باريس للاسكواش اللي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس كأول بطولة فئة البلاتينيوم بالموسم الجديد. البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش
توج ببطولة باريس للإسكواش واللي بتستضيفها العاصمة الفرنسية كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد. فريق أرسنال الإنجليزي حقق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024. النجم المصري محمد صلاح قاد فريق ليفربول لتحقيق الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-0، وده في اللقاء اللي أقيم بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري. كمان توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة أستون فيلا من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في المباراة. نادي برشلونة فاز على نادي أوساسونا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني. فريق انتر ميلان فاز على نادي فيورنتينا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في قمة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023-2024. نادي يوفنتوس فاز على حساب فريق امبولي بنتيجة 2-0 في فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي. باريس سان جيرمان حقق فوز كبير على مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 4-1 في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، ورفع نادي باريس سان جيرمان رصيده لثمان نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وليون في المركز ال 18 برصيد نقطة واحدة. بكده خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة وشازلين نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرك يا لمية، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم في رياضة بس بموضوع مختلف شوية، وعلى هامش بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية اللي تم إقامتها في دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم عالم تنظيم البطولة المقبلة في عام 2025 إلى مصر بعد فوزها بتنظيم البطولة. كمان بطولة العالم الحالية شهدت مشاركة قوية جدا لمنتخب مصر، واللي حصد عدد من ميداليات المتنوعة، منها طبعا الذهبية والفضية وأيضا البرونزية. في حفل كبير أقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال في دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم علم تنظيم البطولة القادمة عام 2025 إلى مصر التي فازت بتنظيمها. واستلم الكابتن عماد رمضان أمين صندوق البارالمبية المصرية شارة التنظيم، وأشاد في كلمته بالتنظيم الرائع الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة في هذه البطولة، وأكد على أن هذا النجاح الذي شهدته النسخة الحالية هو تحدي جديد للدولة المصرية لتنظيم بطولة استثنائية في كل الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية والإعلامية. وفي بطولة العالم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حقق المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي المركز الخامس، محققاً 5 ميداليات رسمية، منها ميدالية ذهبية وفضيتان وبرونزيتان في جدول الترتيب العام للبطولة. أما عن مجمل الميداليات التي حصدها المنتخب في البطولة، فهي 24 ميدالية مقسمة على صعيد الكبار، 9 ميداليات منهم 5 ذهبية وفضيتان وبرونزيتان في الموازين، وهي التي تم احتسابها رسمياً بالإضافة إلى 4 برونزيات على صعيد المجموع. وعلى مستوى الناشئين، حقق منتخب الناشئين 8 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية في الموازين، و4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية على صعيد المجموع، فيما حصلت مصر على 7 ميداليات على مستوى الرواد، منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة، ليصبح مجموع الميداليات المصرية في البطولة 24 ميدالية متنوعة. طبعا احنا ما زلنا مع حضراتكم في متابعة أصداء وأجواء ما بعد انتهاء مهرجان العالم عالمين، ودايما نحب نعرف اراء المشاهير والنجوم اللي شاركوا في هذا المهرجان. دلوقتي هنشوف اراء مشاهير ولاعبين لكره القدم شاركوا في فعاليات مهرجان العالمين في هذا المهرجان.
خليني اقول لك انا سعيد جدا 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 بالتجمع اللي موجود، بكل النجوم اللي موجوده، بالجيل اللي هو لعيبه كتير حققت انجازات ونجاحات لبلدها ولانديتها. سعيد جدا بكل الكباتن اللي موجودين، لان يمكن احنا بقالنا فتره التجمع ده ما حصلش. مبسوط جدا جدا باستعاده بقى الذكريات، وان احنا قعدنا بقى نحكي في ذكرياتنا القديمه. الناس كلها مستمتعه اللي موجوده، ندعو الناس كلها ان هي تيجي وتشوف العالمين الجديده، لان فعلا في نجاحات كبيره جدا موجوده على ارض مصر. احنا بنبعت رساله، ان في مكان او مدينه جديده اتعملت، وبنبعت مسج بيقول للناس تعالوا شوفوا استمتعوا بالاجواء اللي موجوده. مش كده وبس، كمان انا سعيد جدا جدا باني في سياحه اجنبيه كمان موجوده، وده اللي يمكن اسعدني بشكل كبير جدا. فده دورنا المجتمعي ان احنا نيجي النهارده ونساند بلدنا في ان احنا النهارده زي ما انت قلت ان احنا نعمل ترويج سياحي من خلال المباريات دي. وانا زي ما قلت لك الناس كلها موجوده والناس كلها مبسوطه، وده شيء يسعدنا قبل شيء. حاجه طبعا على مستوى عالي جدا، وحاجه جديده من نوعها ان انت بتعمل تحدي على الكره الشاطئيه بالنسبه للجيل الذهبي. يمكن تقريبا اغلبيه اللعيبه كلهم طبعا نجوم وكباتن كبيره، لكن ما لعبوش شالنج او تحدي بالشكل ده قبل كده. اجواء كويسه، يعني اهتمام كبير جدا من الناس المسؤوله، حضور جماهيري على اعلى مستوى، تغطيه اعلاميه كبيره جدا. فيعني مش عايزين نحسد الناس، بس ان شاء الله باذن الله اتمنى ان الامور تخرج في السياق اللي الدوله بترتب له الفتره اللي جايه. يعني لازم نشكر المسؤولين في الدوله ان يحولوا المكان ده للشكل الجميل اللي احنا شايفينه، حاجه فوق الوصف يعني. فلازم نشكر المسؤولين في الدوله، العالمين الجديده حاجه فوق العظمه يعني. فحدث جميل وكل الناس مبسوطه، وفي تفاعل كبير جدا من الجمهور، ورجعتونا ورا شويه حلوين يعني. بنشوف النهارده مصطلحات في المدرجات، عايز تهده هات لي جده، والحضري والصقر وكابتن حازم امام، في نجوم كتير هنا جدا يعني. لا الصراحه كان مهرجان حاجه جميله جدا ومشرفه، ويعني واتبسطنا الصراحه، وشفنا لعيبه برده قدام، وبرده رجعوا لينا حاجات ذكريات قديمه يعني، بس حاجه جميله الصراحه ومشرفه. والله حاجه جميله جدا، واحنا يعني متعودين من الناس دي لما نيجي نتفرج عليهم. كانوا بيفرحونا زمان منتخب حسن شحاته 6 و8 و10، شفناهم تاني من جديد، كانوا وحشنا كلهم، فكرونا بالبطولات بتاعت منتخب مصر كان بياخدها، والتنظيم كويس قوي، والموجودين الجمهور بيشجع بطريقه حماسيه كويسه، وحسن كنت في الاستاد اصلا دلوقتي، والناس كلها مبسوطه، وجو الساحل جميل، والعالمين حاجه نظيفه جدا وجميله، و يعني بصراحة مبهرة وبتشرفنا قدام العالم كله يعني. لا بصراحة كان حاجة كويسة جدا، حاجة ما حدش كان متوقعها أصلا. كنت جاي كده يعني مش فاكر إن الموضوع هيبقى حلو للدرجة دي. اللعيبة كلهم بيلعبوا بحماس، الماتش كأنهم بيلعبوا فعلا بجد. لسه كلامنا مع حضراتكم عن العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة مستمر. دلوقتي خلينا نروح لزميلنا أحمد الحسيني يعرفنا على أجواء مدينة العالمين بعد انتهاء المهرجان وحركة السياحة في المدينة. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا شاذلي. أنا هاخد من كلامك وأقول أعتقد أن الكلام عن مهرجان العالمين في دورته الأولى وعن مدينة العالمين مش هيخلص، وده يمكن ده اللي انا لاحظته امبارح. انا كنت في الممشى السياحي، تجولت في المكان وفي المول التجاري، وكلمت مع عدد من المواطنين، سواء اللي شاركوا في فعاليات المهرجان على مدار ايامه الخمسين، او اللي كانوا من زوار الساحل الشمالي وحضروا، وكمان كان في طبعا زوار من العرب والاجانب، كلهم اعربوا عن سعاده كبيره جدا بما حدث على مدار اكثر من 50 يوم، او تحديدا 52 يوم، من 13 يوليو لغايه 2 سبتمبر. ما زالت الاصداء الكبيره وردود الفعل القويه عن فعاليات مهرجان العالم عالمين مستمره لغايه هذه اللحظة. في مطالبات كتيرة من الجمهور ومن المواطنين ان يكون في دورة شتوية على غرار الدورة الصيفية اللي اقيمت الفترة اللي فاتت، وكمان كان في حالة انبهار واندهاش كبيرة جدا بما تم انجازه في مدينة العالمين الجديدة، هذه المدينة التي اصبحت هي فعلا وجهة سياحية لكل انظار العالم للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية. احنا بنتكلم عن مدينة متكاملة وشهدت فعاليات مهرجان متكامل. مهرجان احنا مش بنتكلم عن مهرجان لحفلات فنية فقط، ولكن فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية وترفيهية، وطبعا الحفلات الفنية، وطبعا كلنا
تابعنا معاكم حفل الختام لفرقه شارموفرز، وقد ايه كانت حفله رائعه والتنظيم من الشركه المتحده كان اكتر من رائع. يمكن دي الرساله الاخيره اللي انا بنقلها ليكم من مدينه العالمين عن مهرجان العالم عالمين، ولكن في النهايه انا حابب اختم بمعلومه جميله. معنى كلمه عالمين يعني ايه؟ طبعا هو عالم في اللغه بيعني جبل، ومدينة العالمين طبعا هي مدينة بيرجع تاريخها لسنة 300 ميلادية أيام العصر الروماني هنا في مصر، وكانت مركز تجاري. وطبعا عالم بيعني جبل، ولأن مدينة العالمين بتقع ما بين جبلين، هو جبل الملح وجبل الطير، فبالتالي اسمها مدينة العالمين أي الجبلين. وهذا هذه المعلومة حبيت أختم بها ليكم وعودة مرة تانية. بنشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا، وبكل تأكيد هنكون معاك في متابعة مستمرة بشكل يومي لمعرفة أصداء هذا المهرجان وتأثيره على حركة السياحة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا 9 صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين، تفضلي يا رمي. شكرا لك يا جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز والأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربع مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ومحافظي شمال سيناء. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائقة لأهالي سيناء. وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، ثمن الرئيس السيسي الشراكة الممتدة مع شركة إني، معربا على التطلع لمواصلة التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة. من جانبه استعرض ديسكالزي تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرا إلى أن إني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو، وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية. اختتمت جلسات المحور السياسي بالأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع. وناقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوما من الأيام المشار إليها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن ترشيحه روستوم عمروف رئيس صندوق أملاك الدولة الأوكرانية ليشغل منصب وزير الدفاع خلفا للوزير السابق أليكسي ريزنكوف. وقال زيلينسكي إن وزارة الدفاع الأوكرانية تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع، متوقعا أن يدعم البرلمان هذا الترشيح. وتأتي إقالة وزير الدفاع بعدما هزت سلسلة فضائح فساد وزارة الدفاع الأوكرانية خلال الآونة الأخيرة.
أعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا في هجمات طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب. وأفاد الحاكم المحلي لمنطقة أوديسا بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيرة. وأوضح المسؤول الأوكراني أن الضربات الروسية أدت لتضرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات في محيط مدينة إسماعيل جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا. تظاهر الآلاف في النيجر لليوم الثالث على التوالي مطالبين برحيل القوات الفرنسية والتي وصفوها بالاحتلال. وانضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين قرب قاعدة عسكرية نيجرية حيث يتمركز جنود فرنسيين. والشهر الماضي أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء الاتفاقات العسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر. فاز منتخب مصر لكرة الطائرة على نظيره البرونزي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا في القاهرة. وأنهى المنتخب الوطني الأشواط الثلاثة لصالحه. ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة برفقة منتخبي بروندي والجزائر، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم ثلاث منتخبات فقط. ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في دور المجموعات ضد منتخب الجزائر. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اختتم حدث استثنائي وهو أكبر مهرجان رياضي ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، كان مهرجان العالمين. طبعا كان في بطولات وفعاليات دولية وعربية وأيضا محلية في هذا المهرجان يا جماعة. صحيح يا جازي، خلينا نعرف حصاد مهرجان العالمين رياضيا من الناقد الرياضي دكتور عثمان إبراهيم. صباح الخير عليك. طبعا صباح الخير عليكم طبعا لكل المشاهدين. لا أكيد حاجة جميلة، أنا كنت متابع كمان قبل الهواء على طول المراسل في العالمين، والفكرة المنظر دايما أن البحر يكون وراك وأن أنت كل التقارير وكل حاجه بتعملها وفكره البحر والرمله ليها يعني دايما في الصيف دايما دي حقيقه. طيب يمكن احنا متعودين انه عندنا مهرجانات في مصر بس بتبقى دايما مهرجانات سينمائيه فنيه غنائيه حتى، بس فكره انه يكون مهرجان يجمع كمان الفن مع الرياضه ده بالنسبه لنا مش متعودين عليه، حاجه جديده. شفت ازاي مهرجان العالمين الجديده لو هنتكلم من الجانب الرياضي من ناحيه المشاركه، مشاركه الرياضيين حتى الفعاليات الرياضيه اللي كانت موجوده؟ طب خلينا نتكلم عن مهرجان العالمين نفسه. فعلا انت قلت فكره اللي هو ترفيه شامل، مش قصه فن بس ولا ترفيه بس او فنون شعبيه وثقافيه، لا كمان فعاليات رياضيه بالعاب مختلفه مش حاجه واحده. صحيح. يعني حتى لو شفنا زي دلوقتي مثلا مصر بتستضيف بطوله افريقيه للكره الطائره، فخلاص انت عارف ان في لعبه الكره الطائره بتستضيف هذه البطوله، لا انت بتعمل فعاليات مختلفه وكمان في مكان مختلف، لان دايما الالعاب الشاطئيه تختلف عن الالعاب العاديه. وزي ما قلت من شويه احنا في الصيف، معروف في الصيف يعني بحر ورمله، فانت لما تجمع بين المنظر او الفيو اللي بتشوفه البحر وراك، البحر المتوسط طبعا والرمال والشواطئ الموجوده، شاطئ العالمين الجديده والانشاءات الضخمه اللي معموله، وتعمل فعاليات رياضيه مختلفه بمشاركات متنوعه ما بين نجوم محليين كانها سياحه داخليه، ما بين نجوم عرب فبالتالي سياحه اقليميه للمطار العربيه، وكمان نجوم عالميين فيبقى سياحه دوليه يعني بتشمل العالم كله. يمكن احنا كان بقالنا فتره او يمكن زمان ما كانش عندنا موضوع مفهوم السياحه الرياضيه. يمكن انا فاكر كان في جمعيه الندوه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكنت بتكلم معاه عن مصر ليه ما بقاش عندها بطوله دوليه في التنس زي ما بنشوف في بعض الدول العربيه، لان التنس تحديدا ليها جمهورها وبتجذب كمان سياحه رياضيه بشكل كبير. فاللي عندنا فكره ان شاء الله في المستقبل هنعمل حاجات من دي. فالعالم عالمين او مهرجان عالمين الجديده يعني بلور الموضوع ده، فكره السياحه الرياضيه. في انواع سياحه كتير، منها السياحه الرياضيه. ازاي بتيجي السياحه الرياضيه؟ بطوله الجودو كمان، صح؟ بطوله الجودو، بطوله عربيه للجودو. في يمكن اول حاجه بدات بطوله التيك بول، والتيك بول دي حاجه شبه تنس الطاوله والكوره، اللي هي الترابيزه شبه تنس الطاوله بس فيها كيرف شويه.
وبتلعب ممكن واحد قدام واحد او اتنين قدام اتنين، وجي فيها نجوم عالميين. يمكن دي كانت اول فعاليات العالمين الجديده اللي بدات تخلي الناس تبص وتشوف ايه اللي بيحصل. ودي كانت اول مره في مصر كمان، اول مره تعمل في مصر. والتيك بول كمان ممكن تعملها في مكان زي هنا كده في استوديو او في صاله بشكل مغلق مفيش مشكله، لكن تعملها وهقول لك تاني المنظر بتاع البحر وراك، يبقى انت شايف الترابيزه والناس بتلعب والبحر يعني لا ده يعني مثلا مشهد نادر حد يشوفه ويفتح النفس فعلا، يعني اللي قاعد في مدرجات الجمهور بيتفرج بيستمتع باللعبه، يستمتع بالاجواء، يستمتع باللعبين كمان البحر. اكيد طبعا شكل كبير جدا. بعد التيك بول كان في كمان البطوله لكره القدم الشاطئيه، وزي ما قلت من شويه الالعاب الشاطئيه بتبقى مختلفه، ليها رونق مختلف عن الالعاب العاديه. ففي كره قدم شاطئيه اللي هو رمله، والناس اللي احنا كنا زمان نلعب على الشط لا بقت ليها لعبه موجوده رسميه ولها منتخبات واتحادات، وكان طبعا فيها معظم نجوم الكره المصريه، وكان كان في تقرير استعرض من شويه عن اللعبه دي او اللي حصل في العالمين لكره القدم الشاطئيه. برده دي بتجذب السياحه الداخليه، خلت الناس تشوف النجوم القدام بتوع منتخب مصر واتفرجوا عليهم، وكانت المنافسه شرسه جدا. كمان يعني الموضوع ما اقتصرش على كره قدم وتيك بول، برده التيك بول فيها كوره. بطوله البادل الدوليه اللي اتعملت، ودي بطوله انا شايفها مهمه جدا، لان لعبه البادل انتوا اكيد واخدين بالكم والناس كلها واخده بالها بدات تاخد شهره كبيره قوي الفتره دي، رواج كبير قوي في كل صحيح. الانديه ومراكز الشباب والاماكن بقت فيه لعبه البادل موجوده، وزي ما كنا بنشوف دايما حجز كوره بقى فيه دلوقتي حجز بدل والناس بقت عارفه الساعه بكذا، ويروحوا اصحاب اربعه مع بعض ويلعبوها ويعرفوا قواعد اللعبه. الاجمل ان احنا في مصر هنا قريب عملنا بطوله البدل في العاصمه الاداريه الجديده، وتم اعتمادها بطوله دوليه سنويه، يعني كل سنه هتتعمل بعد طبعا النجاح الكبير اللي حققته النسخه الاولى منها. عملنا نفس الفكره بطوله البدل ولكن في العالمين. هرجع اقول تاني ان الفيو مختلف، ان تلعب لعبه البدل لكن حاطط الصاله او مكان اللعب الارينا بتاعتها والبحر وراك، وانت شايف البحر، الجمهور قاعد يستمتع، اللعيبه بيستمتعوا، جبت لاعبين من كل انحاء العالم عشان تبقى بطوله دوليه، بطوله البدل الدوليه، وان شاء الله اعتقد انها تستمر زي بطوله البدل في العاصمه الاداريه الجديده. طيب سهره حلوه على البحر زي ما حضرتك قلت، في اجواء جميله، وفي نجوم الجيل الذهبي كانوا مشاركين من خلال الكره الشاطئيه وعملوا حاله من المنافسه، كانت يعني احنا كنا موجودين هناك وشايفين الماتشات وهي بتتلعب كانك بتتفرج على منافسه، كانك بتتفرج على دوري. واخدين الموضوع بجد بنفس الحماس ونفس الجديه وعصبيه عصام الحضري، وواقف يعني مستقتل مش عايز يخش في جول، مستقتل فعلا رافض. اهميه وجودهم ايه في مهرجان العالمي؟ هرجع اقولك تاني، اي حد في نجوم المجتمع سواء نجوم كوره او فن، بما ان العالمين يعني شملت الجزئيتين دول، دايما النجوم ليهم او المشاهير ليهم دور مجتمعي مهم. ان انت بتنقل الصوره وتنقل الحدث، ان انت تنقله للناس اللي قاعده في البيت. انا بكون قاعد في بيت مش موجود هناك، اقول له لا تعالى وشوف المنطقه كويسه، الجو حلو، الاجواء رائعه، هتيجي تستمتع باجازتك. لان انت اي حد يمكن برضو الفقره اللي فاتت كان بيتكلم على الاجازات والناس تفصل في شغلها، اكيد عايز تروح مكان تروح تتبسط وتفصل عن الشغل وضغط الشغل وضغط العمل كل فتره من الفترات. واحنا الحمد لله بلدنا مصر فيها اماكن كتيره، يعني مش بس العالمين، بس احنا للاسف يعني زي ما بيقولوا كده زمر الحي لا يترك، احنا مش مدركين قيمه الاماكن عندنا الرهيبه. مصر فيها اماكن حلوه جدا 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 من شمالها لحد جنوبها ومن شرقها لحد غربها، بس احنا ما عندناش هذه الثقافه ان احنا نتعمق شويه في السياحه الداخليه. واعتقد لو اي حد فكر من الناس اللي بتلف في العالم حتى لو دخل وشاف في مصر الاماكن كلها، هيلاقي كل اللي موجود في العالم كله موجود عندنا في مصر. وعلى فكره بلا مبالغه كل انواع السياحه موجوده عندنا، كل انواع الشواطئ موجوده عندنا، حتى السياحه الطبيه موجوده عندنا. وعشان نحس بقيمه الكلام ده نشوف ردود افعال الاجانب اللي كانوا موجودين في مصر او اللي بيجوا مصر باستمرار لاي نوع من انواع السياحه. دي بقى نقطه ثانيه مهمه، عشان الناس تقول لك ايه، طب انتوا بتعملوا كل البطولات دي وكل الاحداث دي وكل التكاليف دي، هنكسب ايه؟ لا هتكسب كتير. لما يكون في نجوم كبار موجودين عندك وينزل صور او ستوريز او ايا كان او تفر على السوشيال ميديا بتاعته ويحط اللوكيشن بس انا كنت في العالمين الجديده، الناس غيره المتابعين بتوعه هيشوفوا المكان، هيشوفوا الصور، هينبهروا الموضوع، يبداوا يجوا. تخيل انت عشان توصل للمرحله دي بره، عشان تعمل دعايه ليك بره، عشان تعمل اعلان او فلاير او بروشور تعالوا العالمين الجديده وفيها 1 2 3، لا مش هتوصل زي ما يكون واحد مشهور او معروف وليه جمهوره بينزل صور ليه او فيديو وهو بيلعب لعبه معينه او بيستمتع بالجو ويقول تعالوا شوفوا الجو عامل كذا. دي بيبقى ليها امباكت او تاثير اعلى بكتير جدا جدا من ان انت مهما عملت دعايه. ان الطبيعي لو انا بعمل تسويق لنفسي في حاجه اكيد هفخم في الحاجه وهذكر ايجابياتها، لكن زي ما انت قلت لما يكون واحد اجنبي وجاي بلد مش بلده
ويجي يبهر باللي شافه ومبهور بالمناظر وان هو بيلعب والبحر وراه والصور اللي بياخدها والانشطه الترفيهيه اللي بيمارسها وكل ده ينشره عنده على حساباته. دي دعايه لا تقدر بثمن، اعتقد هيكون ليها نتائج ايجابيه في المستقبل. عشان كده بقول السياحه الرياضيه نطاق مهم في السياحه ولابد ان احنا نركز عليه بشكل كبير الفتره اللي جايه كمان. خلي بالك ان جو مصر تحديدا انت في نص العالم حرفيا، مصر ربنا يعني مديها موقعها في منتصف العالم. اتمنى كمان الفتره اللي جايه نركز اكتر في كل الانشطه الرياضيه والسياحه الرياضيه، وانك تجيب فرق عالميه يجوا يعملوا استعداداتهم هنا، توفر بقى امكانيات وحاجات. لا وعندك اماكن كتيره جدا جدا واجواءها سواء في الشتاء كويسه وفي حاجات اجواءها في الصيف كويسه، تستغل هذه الامكانيات عشان ننمي هذا القطاع. والسياحه الرياضيه اعتقد هيبقى ليه فارق كبير جدا جدا في السنوات اللي جايه ان شاء الله. بكل تاكيد. طب خليني اعرف برضو من حضرتك يعني مدى نجاح مهرجان العالمين الجديدة، وإحنا نتكلم طبعا من الخلفية الرياضية، مدى أهميته بالنسبة للترويج للسياحة؟ يعني حتى يمكن الشركة المتحدة الحقيقة لعبت دور كبير جدا في الترويج لهذا المهرجان عن طريق أنها يعني كان في نجوم أجانب موجودين. يعني حضرتك بتتكلم على التاك بول، كانت موجودة ناتالي جيتلر. ناتالي جيتلر هي واحدة من أكتر المؤثرين اللعبات في اللعبة بالضبط، والمؤثرين على حتى مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن حتى اللي عارفها عندها أكتر من 2 مليون متابع، ده اللي بيقول عليه، وعلى علاقة جيدة جدا بأهم وأشهر لاعبة الكرة في العالم كله. وشفنا حتى يمكن الستوريز أو المنشورات اللي هي نشرتها عن العالمين الجديدة، على فكرة حتى بعد ما مشيت، لأن أنا واحدة من متابعينها، فأنا شفت المقاطع اللي كانت بتنشرها حتى بعد ما رجعت كمان بلدها. والناحية التانية شايفين كمان فكرة البداية بنجوم الكرة والجيل الذهبي، حسام الحضري، حسام غالي، أحمد حسن، فضل وائل رياض، ناس كتير قوي، والناس كانت بجد عايزة تشوفهم. فشايف لأي مدى المهرجان نجح رياضيا لو نتكلم على الترويج تحديدا؟ لا مدى كبير جدا جدا. لو نتكلم على سياق النجاح، انت لسه قايله دليل النجاح لما يكون حد مش مشهور جدا جدا في مجاله او في لعبته وعنده فولورز كتيره جدا، وبعد ما مشي الرحله مأثره فيه بشكل ايجابي لدرجه ان هو بينزل كل شويه صور وفيديوز من اللي سجلها خلال تواجده في العالمين. على نفس النطاق لما نتكلم في السياحه العالميه او الدوليه والسياحه المحليه او الداخليه، كمان السياحه العربيه من شويه قلنا بطوله الجودو للعرب، ناس تقول لك اهميتها ايه، لا مهمه جدا. لما انت تجيب حوالي 18 دوله عربيه موجوده في مصر، نفس الفكره والمنطق لما الاتحادات بتاعتهم واللعيبه بتاعتهم يقولوا احنا رحنا العالمين الجديده وشفنا واتبسطنا والجو جميل، اوتوماتيك الكلام ده كله دعايه يعني بشكل غير مباشر، ولكنه مهم. احنا كلنا لو حد فينا راح مكان وعجبه بيعمل ايه؟ بيقول لاصحابه، بيقول لقرايبه، ده انا رحت مكان كذا واتبسطت فيه وكذا وشفت الاماكن، ولو ما تروح هناك لازم تشوف كذا وتشوف كذا وتعدي على كذا وتعمل الرحله. فهو نفس الفكره بتنقليها، وعلى فكره الدعايه دي اقوى بكتير بكتير من كل الدعايه المدفوعه في الاعلانات. فلو انت بتتكلم في نجاح في الترويج للسياحه، لا ده نجاح بيعتبر نجاح باهر في ظل زي ما قلنا من شويه سياحه داخليه بنجوم ورموز الرياضه، سياحه عربيه في باستقطاب البطوله بتاعت الجودو، بطوله عربيه فيها اكتر من 400 رياضي من 18 دوله عربيه، سياحه دوليه، العاب مختلفه، اتكلمنا في التيك بول، كنا في البدل، كان في تجديف، كان في ترايثالون، كان في رياضه المحركات، نتكلم في اربع خمس رياضات مختلفه ومتناسبه مع طبيعه وجود الرمال والبحر، وبتعملها بشكل مختلف وبطابع مختلف. لو تفتكروا زمان، مش من زمان قوي يعني، كان بطوله سكواش بتقعد فتره كانت بتلعب نسخه منها في البحر الاحمر في جزيره في وسط البحر، صوره الملعب اللي في وسط البحر اصبحت الصوره الرسميه للاتحاد الدولي للسكواش. ده ليه؟ عشان الناس فكرت وقررت وعملوا فكره نموذج انك تعمل ملعب سكواش بمدرجات متركبه في وسط الميه على جزيره، المنظر مبهر. شو لسه بقول لك ده في البحر الاحمر، وعندك العالمين في البحر المتوسط، لا انت عندنا اماكن كتيره فعلا غنيه ونقدر قطاع السياحه الرياضيه نلعب عليه كتير جدا جدا الفتره الجايه. لا هيفرق معانا بشكل كبير، وزي ما قلنا رياضيين مشهورين جدا بره. لو تفتكروا بيب جوارديولا جه مصر قريب، صحيح، واتقال ساعتها ان كان معروض عليه 3 أو 4 دول لكنه اختار مصر ما اختارش مكان تاني، وجه وعينه راح الاقصر واسوان في عز الصيف كمان، ما جاش مثلا في وقت الشتاء زي ما بنروح الاقصر واسوان في الشتاء. فلك ان تتخيل تاثير كل صوره بينزلها عامل ازاي. فدي نقطه مهمه جدا جدا ان احنا نلعب على الدعايه دي، مهما كان تكلفتها هتبقى اقل بكتير من انك تعمل دعايه بره، وكمان تاثيرها الايجابي بيكون اكبر بكتير من الناس جت وعاشت وشافت وعصرت المكان وشافت الاجواء، وزي ما قلنا هينقلها بكل امانه ان هو شاف واتبسط. وزي ما قلنا دي مهمه جدا جدا بعد كده. واللي عاجبني اكتر فكره الفيو حلو جدا،
وان انت ما عملتش رياضه او اتنين كان ممكن بكل بساطه الشركه المتحده تركز على لعبه او اتنين مشهورين، لا عملت العاب مختلفه وكانك بتجمع كل الالعاب اللي ممكنه اللي تتلعب على الشواطئ او البحر عشان توصل لتاثير ايجابي كبير جدا جدا، اعتقد ثماره هنؤتيها قريبا جدا. وانا بضم صوتي الناس اللي بتقول لك كمان ليه ما تعملش مهرجان في الشتاء بنفس الطريقه ويبقى فيه العاب اخرى على النطاق الرياضي بشكل مختلف، لا اعتقد هيبقى ليها بعد كبير جدا جدا، واتمنى بقاش في العالمين بس، اتمنى تكون موجوده كمان في اماكن اخرى، لان مصر بلدنا جميله وفيها اماكن كتيره متميزه زي ما قلت من شويه من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. عظيم. دكتور عثمان، انت بتقدم نفسك للعالم انك متفوق رياضيا، بما اننا بنتكلم فقط على الجانب الرياضي وده مهم جدا، عايز اعرف منك انعكاساته ايه على الرياضه في مصر. دي بقى نقطه برده مهمه جدا، خلينا نتفق ان زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، فانت عندك احنا اكتر من 100 مليون وقطاع الشباب هو اكتر قطاع موجود في مصر، فده ثروه وفي نفس الوقت قنبله موقوته، لو الشباب ده ما لقاش شغل ورياضه تشغله ممكن يحصل اي انحرافات، ولشان كده بقول لك الرياضه ممارستها مهمه. فلما انا اشوف في امكانيات ان انا اروح العب بدل، موجوده ملاعب كتير مش لازم كره القدم يعني، طبعا الكره اللعبه الشعبيه الاولى، لكن لما انتشار الالعاب الاخرى وشكلها مختلف، فكره المحركات والسيارات وناس في ناس بتحب موضوع السيارات ده جدا طبعا، فتوفر له ساحه السيارات وبقى فيه مسابقات وتقدر تخش فيها وتمارسها، اي حد بينشغل بالرياضه اولا بتحافظ عليه نفسيا وجسديا وبدنيا، فده نوع مهم جدا برضو ان انت بتخلي الشباب كل واحد نفسه او بتنمي عنده لعبه يحبها يتعلق بيها يروح يمارسها حتى على سبيل الهوايه مش لازم سبيل الاحتراف. فده برضو امر في غايه الاهميه انك بتحافظ على شبابنا بالنقطه دي، يمكن العاصمه الاداريه الجديده في الفتره الجايه هنشوف اكبر ملعب كره قدم في مصر، المدينه الرياضيه مدينه مصر الدوليه، وان احنا بنتكلم ان احنا ان شاء الله في المستقبل القريب ننظم بطوله كبيره زي دوره الالعاب الاولمبيه، لا ده كلام كبير واعتقد فرصه لشباب مصر اللي هو شباب النشئ دلوقتي اللي طالعين لما مواليد الالفينات، خلي بالكم انتوا رايحين على مرحله مهمه جدا جدا، مصر تستضيف فيها حاجات قويه جدا جدا، انتشروا في كل الالعاب مارسوا كل الرياضات واحترفوا فيها، ان شاء الله الفتره الجايه مصر هتكون في حته تانية على النطاق الرياضي، واعتقد ان احنا شايفين طفره رهيبه مش بس في موضوع العالمين، لا طفره رهيبه في البنيه التحتيه الرياضيه في مصر بشكل كبير في العاب مختلفه واهتمام رائع صراحه. فكل ولد او كل بنت من الشباب الصغيرين يهتموا بالرياضه سواء حتى على سبيل الهوايه، واللي انا بقوله اللي انت اللي هيحترف فيهم او ياخد لعبه باحترافيه لا هتلاقي ليك مجال نجاح او فرصه نجاح كبيره جدا جدا، مش على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الدولي، في ظل توفير الامكانيات المهمه لتنميه المواهب وان انت عندك ابطال كبار في كل الالعاب. يعني انطلاقا من النقطه دي تحديدا اكيد يعني الترويج للسياحه بشكل عام مختلف، برضو السياحه الرياضيه لازم يكون ليها ترويج بشكل معين، ولازم يكون البلد المضيفه لازم تكون مؤهله بشكل معين مختلفه عن نوع اي نوع سياحه تاني. شايف حضرتك احنا ازاي نقدر نبني على نجاح مهرجان العالمين الجديده؟ ايه اللي احنا لازم نكون سباقين فيه؟ ايه اللي احنا نحطه في عين الاعتبار عشان نقدر نبني على النجاح ونحافظ كمان عليه؟ اعتقد هما نقطتين مهمين، الاستمراريه والتطوير، ان انت تكون حاجه عملتها ونجحت فيها بشكل قوي جدا جدا تكمل على هذا النجاح، فدي الاستمراريه. النقطه الثانيه ننتقل اليها هي التطوير، احنا مثلا لعبنا 8 او 9 فعاليات رياضيه، لا ممكن نكتر الالعاب الرياضيه المتناسبه برضو مع طبيعه المكان. السنه دي شارك مثلا في التيك بول مثلا 60 70 واحد، لا السنه الجايه نخليهم 100 120 واحد، كان في 3 او 4 مشاهير نحاول يوصلوا 8 9 10 مشاهير. يعني نطور الاداء الموجود بتاعنا، اطور ازاي؟ اتوسع في اللعبه، اكتر عدد مثلا التيك بول ترابيزات هنكترها عشان يبقى في منافسه بشكل اكبر، في عدد هيجي اكتر، نفس الكلام الجودو كانت بطوله عربيه ممكن نفكر في بطوله دوليه. الالعاب زي بتاعت الجودو دي موجوده في صاله، وفي صاله العالميه الالعاب طبعا دي بتسع العاب كتيره مش شرط جودو، ممكن تلعب العاب اخرى، تجيب كاراتيه، تجيب مصارعه، تجيب العاب ثانيه برضو يبقى بعد جديد خلال الفتره الجايه. فاحنا محتاجين استمراريه في تنظيم هذا الحدث وتطوير الحاجات اللي احنا عملناها، سواء تطوير الالعاب اللي فعلا كانت موجوده او اضافه بعض الالعاب الاخرى. وهرجع اقول تاني الفيو والمنظر العام هناك تحفه، ان انت يعني هو بيبيع نفسه ويروج لنفسه ان انت الملعب اللي بتلعب عليه خلفك المنظر البحر والموج والناس، لا ممتع جدا سواء للي بيمارس الرياضه وممتع كمان للي بيتابع هذه الرياضه، فانت بتكسب مش بس الرياضيين العالميين وبتكسب كمان الجمهور بيستمتع، وبعد كده مش بس نتكلم في جمهور بقى محلي او جمهور مصري بس، لا ان شاء الله نستقطب جماهير من بره عشان يبقى كده احنا نشطنا فعلا السياحه الرياضيه الدوليه في مصر. عظيم. مهم جدا نعرف احنا واقفين فين بالظبط،
وبكل تأكيد في مهرجانات عربية ودولية رياضية، ومن الظلم ان احنا نقارنهم ببعض، لان مهرجان العالمين اولا مهرجان شامل ومتعدد في انواع كتيرة جدا من الترفيه، ثقافة، سياحة، فن، وشفنا تفاصيل كتيرة جدا، مهرجان متعدد زي ما ذكرنا، ومنها طبعا الجانب الرياضي. وفي نفس الوقت دي اول سنة لمهرجان العالمين، فان يخرج بهذا الشكل بيؤكد نجاح هذا المهرجان. لكن احنا واقفين فين في الجانب الرياضي مقارنة بالمهرجانات الرياضية العربية والعالمية؟ طيب سؤال حلو جدا، بس عايز اقول لك ان الشركة المتحدة معاملة المهرجان ده هي خدت الجانب الاصعب، بمعنى كانت لسه جمانة بتقول من شوية ممكن نعمل بطولة عالمية في لعبة واحدة، خلاص ممكن هي لعبة واحدة وهركز فيها وده امر طبيعي وهنجح فيها بشكل كبير لاني مركز عليها. الاصعب ان انت اتخذت تحدي اكبر، انك بتعمل مهرجان 52 يوم وكل اسبوع في فعاليه رياضيه مختلفه عن الفعاليه الثانيه، ناس بتيجي وناس بتمشي. التنظيم على فكره صعب جدا انك تعمل ده، لو هي حاجه واحده او رياضه واحده فانت هتبقى مركز فيها، هتطلعها بشكل مبهر جدا جدا، ناس هتيجي في ميعاد معين هتمشي في ميعاد معين، المنافسات لها جدول واضح وموحد والكلام ده كله. لكن انت اخترت الجانب الاصعب انك بتخلص فعاليه تخش في اللي بعديها، يعني بيجي فوق بيمشي بيجي فوق تاني بالعاب تانيه، سيستم مختلف، تدريب مختلف، ملعب مختلف، تجهيز مختلف. فانت عملت الاصعب، اكاد اجزم ان مفيش حد عمل مهرجان رياضي ترفيهي بالشكل ده في العالم كله. لان وانا بتكلم عن مقارنات ممكن نقارن لعبه بلعبه او مثلا بطوله في بطوله، اقول لك ايه، مصر نظمت كاس عالم كره اليد اللي الناس اشادت بيه جدا، العالم كله اشاد بيه، لدرجه ان اليابان لما نظمت الاولمبياد جت بعتت وفد عشان تشوف فاكرينه في نظام الفقاعه وايام كورونا والكلام ده كله. فانت عملت موديل او نموذج ابهر العالم، الناس بقت تمشي عليه بعد كده، فاهم قصدي؟ بس الموضوع كان سهل ليه؟ لانها لعبه واحده او منافسه واحده، فانت عارف الناس هتيجي امتى، تدريباتهم امتى. لما نظمنا كاس امم افريقيا 2019 وبرده كان تنظيم مبهر جدا جدا، صحيح، الناس كلها العالم كله اتكلم على هذه البطوله، وكانت لاول مره بعدد منتخبات كبير، ومع ذلك انت نجحت فيه بشكل كبير. نفس الفكره في العالمين، انت عملت التحدي بس بشكل اكبر، عملت العاب كتيره جدا جدا، فاعتقد النجاح كبير، ولكن ان شاء الله التحدي الاكبر الفتره الجايه ان احنا نستمر في اقامه هذا المهرجان، صحيح، وكمان ان شاء الله نطوره بشكل اكبر، وتوقعي هيكون في نجاح اكتر واكتر ان شاء الله في 2024 اكتر من 2023 باذن الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الرياضي دكتور عثمان ابراهيم، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. نرحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه كلامنا مستمر عن مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة. حالة الإبهار اللي حصلت في المهرجان بتعتبر تسويق قوي جدا للسياحة المصرية، أيضا للاستثمار في مصر خاصة في قطاع التنمية العمرانية. عشان نعرف تفاصيل طبعا أكتر، عندنا تفاصيل كتيرة في هذا الموضوع يا جمانة، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية إنشاء المدن الساحلية الجديدة، دورها في جذب الاستثمارات العمرانية والسياحية. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور محمد راشد، خبير التنمية والتطوير العمراني وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. يا أهلا بيك، منورنا. صباح النور على السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. مهرجان متعدد استمر لمدة 50 يوم بفعاليات متنوعة، ده ممكن يكون انعكاساته إيه على حركة الاستثمار في مجال التنمية العمرانية؟ طبعا احنا في مصر بنشهد يمكن من 2017 نهضة يمكن عمرانية مبنية يمكن من خلال 22 مدينة جديدة ظهروا في الفترة اللي فاتت، فطبعا من ضمنهم طبعا العاصمة الإدارية والعالمين. العالمين طبعا في خلال الشهر 52 يوم اللي فاتوا كانت بتشهد فيه مهرجان دولي، يمكن المهرجان ده أول مرة ينظم في مصر، شامل طبعا أنشطة يمكن مختلفة، أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنشطة فنية، فأنشطة مختلفة. يمكن شفنا مهرجان الدراما مثلا بيتعمل لأول مرة، فإزاي إن احنا نستخدم القوة الناعمة مع المنتجات، المنتج السياحي الجيد العقاري. أنت عندك نوع جديد من العقارات ما كانش موجود في مصر قبل كده، زي الأبراج اللي هي موجودة على الشاطئ، دي تماثل طبعا على النطاق الإقليمي تنافس عالي جدا، فإزاي أنك أنت تروج للمنتج العقاري بتاعك بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة عشان تقدر توصل للمستهدف بتاعك. أنك أنت طبعا المستهدف من وراء ذلك السياحة، أن أنا أشد العميل الأجنبي أن هو يقدر يجي مصر ويقدر أن هو في الآخر يشتري أو يقدر أن هو يمتلك وحدة
للإقامة فيها في مصر. طيب واحنا بنتكلم عن انطلاق النسخة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة، خلينا نرجع لورا شوية عشان أقدر من الأول أن أنا أفكر أن يكون عندي مهرجان زي ده، لازم يكون عندي مدينة مؤهلة. هذه المدينة المؤهلة لازم الأول قبل حتى ما يبقى عندي هذا المهرجان لازم يكون عندي زي ما حضرتك بتتكلم قرى سياحية أو حتى داخل المدينة نفسها إنشاءات بشكل معين عشان أقدر أستقطب كمان developers أو حتى مطورين عقاريين، لازم يكون المكان مؤهل بشكل معين. أكيد. عشان بقى كمان أعمل مهرجان يستمر لأكثر من 50 يوم، فده يعني فعلا اختبار لهذا التأهيل اللي في المكان ده. شايف أنه إيه الطفرة اللي حصلت في البنية التحتية أو تأهيل مدينة العالمين، ومش بتكلم بس على مدينة العالمين الجديدة لكن لو هتكلم على كل هذه المنطقة كل هذا المحور؟ تمام، هو طبعا سؤال مهم جدا. يمكن في خطوة يمكن قبل برضو ما أهل المدينة، أنا محتاج كنت أهل الطرق والشبكة البنية التحتية أنها تقدر أنها تستوعب هذه النهضة العمرانية وهذا البناء الجديد أو تطور في البناء. فأول حاجة طبعا شبكات الطرق، احنا دلوقتي بعد احنا عندنا دلوقتي محاور تم إنشائها وعدد بآلاف الكيلومترات تم إنشائها، ده الربط طبعا عواصم المحافظات بالقاهرة وربط المدن الجديدة زي مدينة العالمين ببقية المحافظات. الربط ده مش ربط مجرد طرق فقط، لا، يمكن ربط كمان عندنا فيه القطار الكهربائي. صحيح. الموجود اللي هيبقى موجود من العين السخنة هيقدر يروح مدينة العالمين في أقل من حوالي ساعة ونص. عندنا فيه وسائل نقل متعددة، يعني ما بتكلمش على يمكن كمباني فقط، لا، في عوامل مساعدة لازم الاهتمام بيها قبل ما ابص للمباني وجودة المباني. طبعا دي حاجة مهمة جدا وده الأساس اللي احنا عايزين نوصله في الآخر، بس لازم ايه اللي بيخدم على الكلام ده. انا دلوقتي في مصر ما بستوردش اتوبيسات خارجية، بيتم تصنيع جميع الاتوبيسات محليا، عربات السكة الحديد بيتم تصنيعها في مصر، ويمكن الاتوبيسات اللي بيتم تصنيعها في مصر هي اتوبيسات صديقة للبيئة. عندنا في مونوريل نوع جديد من وسائل النقل ان شاء الله هيتم افتتاحه او التجريبي في احتفالات اكتوبر باذن الله القادم في 6 اكتوبر من محطة العاصمة لمحطة استاد القاهرة. فاحنا عندنا يمكن تمهيد الشبكة التحتية او الطرق، ده كان خطوة الأساسية اللي بتتوازى مع إنشاء هذه المدن. الخطوة الثانية السؤال اللي حضرتك بتتكلمي عليه طبعا تهيئة المنتج العقاري المصري، يعني لازم أعمل هوية للمنتج العقاري المصري. دايما العقار هو بإنعكاس لثقافة الشعوب. إحنا شفنا القاهرة الخديوية ويمكن كانت بتضاهي باريس، يعني حضرتك منطقة وسط البلد حضرتك تنزلي فيها العماير تضاهي المدن الأوروبية طبعاً. ده كانت الثقافة الموجودة في الوقت الحالي. يمكن حاليا ثقافة بتاعت ناطحات السحاب والأبراج هي دي اللي موجودة، ويمكن من حوالي الأسبوع اللي فات كان في مصمم برج خليفة كان في زيارة للعاصمة الإدارية وقعد مع المسؤولين المصريين عشان إزاي إن إحنا نبتدي نخش يبقى عندنا الآليات اللي نقدر نخش بيها هذا العصر، وإزاي نحن نجهز أجيال من المهندسين القادرين. ده طبعا هندسة نوع جديد من الهندسة، ناطحات السحاب ومقاومة الهواء كبنى. فإزاي إن أنا أقدر أخلق جيل أنقله الخبرة الخارجية عشان يقدر، إحنا بنسميها ترينز ترينر، بحيث إن هو دي تبقى إن شاء الله الخطة اللي جاية في خلال الست سنين اللي جايين وصولا في خطة مصر 2030. عظيم. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي جودة المنتج العقاري المصري. ايه يعني ايه جودة المنتج العقاري المصري؟ ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في هذا المنتج عشان يقدر ينافس اقليميا وعالميا؟ طبعا قبل كجودة احنا بنتكلم على حاجتين. طبعا ان هو يكون في الاستدامة، بمعنى الاستدامة طبعا بمحاورها بمبادئها ال 17 والمحاور الرئيسية الثلاثة بتاعتها، سواء المحور الاجتماعي، المحور البيئي، والمحور الاقتصادي. المحور الاجتماعي بيتمثل مثلا في ان يبقى في مساواة بين الافراد، بمعنى ان لو انا بعمل مبنى اداري، بعمل مبنى سكني، جميع الافراد لازم يخشوا من نفس المبنى، سواء متحدي الاعاقة
او جميع يعني ان هم ما فيش تمييز. انا اقصد هنا نقصد ما فيش تمييز، فبعمل رامب لازم يكون فيه في التصميم مثلا، في مرحله التصميم يكون فيه رامب مثلا معين، او اسانسير يطلع دور واحد لمتحدي الاعاقه ان هو يقدر يخش المبنى. لو حد عنده ضعف بصري بقدر اعمل علامات بيرل تقدر ان تساعده ان هو يروح مثلا تويلت، يوصل لمكتبه. لو مثلا ما عملش نافوره او سلالم كتصميم انشائي من ناحيه الاستشاريين تعوق حركه المتحدي الاعاقه، الرامب ذات نفسه ده على مستوى العماره. على مستوى المدن الرصيف ذات نفسه يبقى فيه رامب الناس تقدر انها تمشي عليه، يبقى فيه مسار للدراجات لتشجيع طبعا الطاقه النظيفه. من ناحيه ده جزء من ناحيه الاستدامه، من ناحيه الاجتماعيه. الناحيه البيئيه طبعا ان انا بحاول ازود المساحه الخضراء، لان طبعا احنا عارفين المساحه الخضراء دي بتقلل او بتمتص الانبعاثات الكربونيه اللي بتسبب اصلا مشكله الاحتباس الحراري اللي بتزيد درجه حراره الارض، وطبعا بتعلي ارتفاع المحيطات والبحار من تقريبا لكل سنه ترفع المنسوب بتاعها. فطبعا انا بحاول من خلال العماره الخضراء ان انا اقلل. يعني ايه عماره خضراء؟ نحاول برضو نبسطها، ان انا ازود مساحه المساحات الخضراء الموجوده، وان انا احاول ان انا اسطح ذات نفسها يمكن في المدن الجديده انها تبقى عليها مساحات خضراء. اعاده تدوير القمامه من المنبع دي احد الحاجات دي من التنميه المستدامه، برضو احنا بنتكلم عن التنميه المستدامه. دي بتفيدني ان انا بقدر افصل المنتجات الصلبه، اقدر استخدمها ان انا اولد بيها كهرباء طاقه نظيفه تقدر ان انا استخدمها في شبكه الكهرباء. اخر نقطه طبعا الجري ووتر او الميه المستخدمه مثلا في الاحواض، اقدر ان انا اعيد تدويرها مره اخرى. اقدر ان انا اسقي بيها او اعمل بيها ري بالتنقيط. فانا شايف ان دي عوامل لازم كلها تكون موجوده في المدن الجديده او في العمارة. من ناحيه التنميه الشامله لازم تبقى الخدمات لازم تبقى كلها موجوده، يعني من مستشفيات، من جامعات، من مدارس، لازم كل ده يراعى تخطيطه من البدايه في وده موجود في المدن الذكيه. ان انا اخطط في الوجود، يعني انا مثلا مدينه زي العاصمه الاداريه المخطط ليها انها تستوعب حوالي 5 مليون مواطن. لازم ان في عندي الخدمات كعدد سراير انها تكفي المواطنين دول كخدمات، جامعات تقدر تكفي عدد المواطنين المتوقع ان هو يوصل يسكن في هذه المدينه، عدد الصيدليات، جميع انواع الخدمات المطلوبه. طيب واحنا بنتكلم عن المكاسب الاقتصاديه، معروف انه في دول بتكسب يعني بشكل كبير جدا وليها دخل كبير جدا من سياحه المهرجانات بشكل عام. اكيد. لكن لما اجي اقول انه قطاع العقارات بشكل خاص هيستفيد من المهرجانات، ان كان مهرجان العالمين الجديده او احنا بنتكلم يعني بشكل عام، ازاي العقارات ممكن تقدر تستفيد من فكره نجاح مهرجان زي مهرجان العالمين الجديده؟ طبعا استغلال، لازم اشتغل على الايجابيات اللي انا خرجت بيها. يمكن اللي خرجنا احنا اي مهرجان او اي تجربه اولى بيبقى فيها بعض الكثير من الايجابيات وبعض السلبيات. هنتكلم على الايجابيات الاول. الايجابيات مثلا ان يمكن كان في عندي ناس ما كانتش تعرف العالمين الجديده، ومن خلال وجودها المهرجان والترويج اللي تم ليه عن طريق عده قنوات، اللي هيجي اللي جه قضى مثلا 6 ليالي موجوده في مثلا او شهر او اسبوعين حسب الفتره اللي هو جه قعدها، سواء ده عربي او اجنبي، بيقدر ان هو لا انا عايز اشتري عقار في هذا المكان. فمنها بدل ما باجي بقضي مثلا اسبوع او باجي اقضي شهر، لا انا بشتري عقار. عشان اشتري عقار لازم يبقى فيه مقومات معينه عشان اقدر اشتري العقار. يمكن نصيب مصر ده دخلنا في موضوع تصدير العقار او الاستفاده من حته المهرجانات انها حته تصدير العقار، ان السائح بيجي يشوف جوده المنتج الموجود، جوده الخدمات الموجوده، يمكن برضو
مدى وجود الأماكن السياحية والترفيهية والخدمية اللي هو محتاجها. دي جزئية. الجزئية الثانية طبعا أن أنا في تطوير العقار لازم يمكن ترويج، ده نوع من أنواع ترويج المهرجانات، بس ده مش كفاية. احنا محتاجين برضو يمكن الترويج برضو أكثر. احنا نشوف الدول الإقليمية اللي حوالينا اللي هي موجودة عندها تصدير العقار بصورة أكبر، ايه الخطوات الترويجيه اللي هي عملتها والشركات اللي اتعاملت معاها عشان نقدر ان احنا نستفيد بيها في زياده تصدير العقار. اما بالنسبه للسلبيات، ان حدثت لازم ان احنا نبص، وانا شايف ان مفيش سلبيات كتير، بس طبعا دايما لازم يبقى في تطوير. يمكن المهرجان السنه دي لازم السنه الجايه ان شاء الله لو اتعمل في نفس الوقت يكون في حاجات جديده، فلازم ان احنا نشوف لو في اي سلبيات حصلت ان احنا نشتغل عليها، نطلع بالدروس المستفاده عشان نقدر ان احنا في نطور. العام القادم ان شاء الله ان احنا نقدر نطور بكل تاكيد. طيب دكتور محمد، رئيس الوزراء اعلن من فتره كده عن بدء التجهيز لاطلاق، يعني بدا التجهيز لاطلاق طبعا منصه عقاريه او بورصه عقاريه كما قيل. عايزين نفهم معنى كلمه بورصه عقاريه وازاي ممكن نستفيد منها. طبعا هو الديفينيشن ذات نفسه بورصه عقاريه يمكن جديده على اسماعنا كلنا. البورصه العقاريه باختصار انا بعمل بحول العقار ذات نفسه لاوراق ماليه او ورقه ماليه. يعني البورصه عموما الماليه، يعني عشان نقدر نفهم البورصه العقاريه هنتكلم الاول على البورصه الماليه. البورصه الماليه هي مجرد اوراق ماليه بتبقى فيه مستندات، كل مستند ليه قيمه. يعني مثلا شركه نازله في البورصه السهم بتاعها برقم معين، مثلا ب 10 جنيه السهم، ب 50 جنيه السهم، كل اسهم الشركه هي بنفس السعر. البورصه العقاريه مختلفه. ليه؟ لاني اول حاجه طبعا انا العامل المكان مهم بالنسبه لي، او الموقع مهم بالنسبه لي جدا في موضوع العقارات. يعني الموقع، يعني مثلا عقار موجود في القاهره الجديده غير عقار هيكون مثلا موجود في حي من احياء القاهره. تطبيق الاستدامة في هذا العقار برضو ده هيفرق عندي عن عقار مش مطبق فيه الاستدامة. صحيح. الصيانة الدورية اللي موجودة في كل عقار أو العقارات وخصوصا التجمعات السكنية برضو دي هتفرق معايا في تحديد سعر العقار. فيمكن الميزة النوعية اللي موجودة في البورصة العقارية إنك أنت بيبقى عندك تنوع في السعر على حسب درجة التميز. ده الجزء الأول. الجزء الثاني إن أنا يمكن بقدر إن أنا أجذب شريحة تانية من المتعاملين في مجال العقارات أو المستهدفين الاستثمار في مجال العقارات. يعني أنا دلوقتي عايز أستثمر في مجال العقارات، في الوقت الحالي في حاجة نمطية أو طريقة نمطية، بروح أشتري شقة أو فيلا أو على حسب المنتج العقاري اللي أنا بشتريه. الشقة دي ليها سعر معين، مثلا 2 مليون 5 مليون، معيش المبلغ ده إن أنا أقدر أستثمر. يمكن البورصة العقارية هتوفر لي حتة إن أنا لو معايا مبلغ صغير زي مثلا 100,000 جنيه هقدر أخش بيه أشتري أسهم أو حصص معينة. الحصص المعينة دي بتجيب لي المفروض المبنى ده، وخصوصا طبعا البورصة العقارية بيفضل الاستثمار في الجزء الإداري، المباني الإدارية والتجارية، يعني طبعا بتدر عائد أعلى. فبالتالي أنا بضمن في عائد شهري داخلي عالي، وفي نفس الوقت القيمة ذات نفسها بتاعت الأصل بتزيد. وأقدر أخرج في أي وقت. أنا لما يكون عندي عقار النهاردة وعايز أبيعه، إحنا دايما بنقول العقار هو مخزون القيمة، هو فعلا مخزون القيمة، بس يمكن من بعض التحديات اللي بتقابلنا ان هو لما باجي ببيع العقار ممكن ياخد وقت كبير قوي للبيع. وكلما ارتفع السعر ممكن يزيد الوقت ده، تلاقي صعوبه في البيع. بالظبط. لكن وانا بالنسبه للبورصه العقاريه وانا قاعد في البيت بموبايل ابلكيشن، بالظبط، بقدر ان انا ابيع في الوقت اللي انا عايزه من غير حتى ما اتحرك. وانا قاعد ببقى شايف السعر كام دلوقتي، اقدر انا شايف انا كسبت حققت التارجت بتاعي اللي انا اكسبه او اللي انا كنت ببلان ان انا اكسبه او مخطط ان انا اكسبه، وفي الاخر بوصل للهدف بتاعي. عشان اقدر اوصل لحاجه زي كده عندي اربع حاجات رئيسيه لازم تراعى. تطبيق الحوكمه. الحوكمه يعني شفافيه وافصاح. لازم يكون في عندي شفافيه وافصاح في الاسعار، ابقى عارف سعر كل منطقه ايه، بيتراوح كل سعر عقار جوه كل منطقه قد ايه.
تاني حاجة طبعا الرقابة المالية، وده احنا طالبين او ان احنا بنتطلب فيه يمكن بعض التعديلات التشريعية في قانون 95 لسنة 92 اللي هو قانون الأوراق المالية. اللي طبعا القانون ده بقاله اكتر داخل في حوالي 28 سنة من سنة 95. فطبعا 95 دي احنا كنا بنتكلم عن مدينة نصر ومصر الجديدة، ما كانش عندنا ثقافة الكومباوندز والمدن الجديدة، فبرضو في محتاجين بعض التشريعات انها يتم النظر اليها بحيث ان نقدر ان احنا نوصل المستهدف. ثالث نقطه طبعا سهوله التداول وسهوله التواصل اكسسبيليتي. رابع نقطه طبعا اهم نقطه الرقابه الماليه. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، يعني كلها معلومات قيمه جدا، واعتقد يعني احنا فهمنا دلوقتي ايه هي البورصه العقاريه بشكل جيد جدا. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد راشد، خبير التنميه والتطوير العمراني وعضو مجلس اداره غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات. نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.